يا مساء الفل والجمال والدلال والحلاوة وكل حاجة كويسة في الدنيا. حلقة جديدة من خلال شاشة قناة النهار وبرنامج بلس 90، حلقة مبهجة. وبصراحة الأهلي الفترة الأخيرة مخلي الشعب المصري عايش حالة من حالات البهجة، ودي حاجة فعلا كلنا لامسينها. ليه؟ لأن الأهلي مفرح الشعب المصري كله. ليه؟ لأن الأهلي سفير الكرة المصرية الحقيقي، مش بس الكرة المصرية، لا كمان الكرة الإفريقية. الأهلي دايما بيعيش جماهيره في حلم، والحلم ما بيبقاش مجرد حلم، لا ده بيبقى حقيقة في الآخر. الحقيقة بتتمثل في إيه؟ في إن الأهلي بيلاعب أبطال أوروبا مباريات رسمية. هل أنت في يوم من الأيام كنت تتخيل إن الأهلي ممكن يلاعب البايرن، بايرن ميونخ بطل ألمانيا وبطل أوروبا، مباراة رسمية الموسم اللي قبل اللي فات في قطر في كأس العالم؟ لا. هل أنت كنت تتخيل إن الأهلي ممثل مصر وأفريقيا هيقابل ريال مدريد بطل القرن في أوروبا في مباراة رسمية في كأس العالم للأندية؟ برضه كان ممكن نتخيل، بس كانت فيها صعوبة كبيرة بدليل مشاركات الأهلي العديدة وما حصلتش المواجهة الرسمية، إما الأهلي موجود في البطولة إما ريال مدريد موجود في البطولة. لكن المرة دي أبطال القرن، بطل القرن الأفريقي هيقابل بطل القرن الأوروبي في مباراة رسمية، هي الأولى من نوعها ما بين أكبر فرقتين في المنطقة بتاعت كل واحد، يعني الأهلي في أفريقيا وأكبر فريق في أفريقيا، شئت أم أبيت الأهلي أكبر فريق في أفريقيا. في أوروبا ريال مدريد التاريخ كله بيقول إيه؟ هو أكبر فريق في أوروبا، الأرقام بتقول إيه؟ هو بطل القرن في أوروبا وبطل القرن في أفريقيا النادي الأهلي. فمواجهة، مواجهة الحلم، مباراة الأهلي وريال مدريد. بس قبل ما نروح للمباراة دي ونعيش الحلم ده مع الأهلي وجمهوره، لازم نفرح بالرجالة بتوع النادي الأهلي النهاردة. مليون مليون مبروك لكل الأهلاوية، مباراة كبيرة، مباراة كانت عصيبة في نفس الوقت مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، مباراة كانت صعبة جدا في الحقيقة. الشوط الأول الأهلي بعيد، الشوط الثاني الأهلي هو كل شيء في الملعب، سيطرة تامة وكاملة، وفي الآخر هدف مستحق للنادي الأهلي بعد السيطرة دي من خلال أفشة صانع البهجة والسعادة لجمهور النادي الأهلي. أفشة لما هتيجي تتكلم على تاريخه، ليه ألقاب كتيرة مع النادي الأهلي، ليه أهداف كتيرة جدا مؤثرة، لكن لما هتيجي تتكلم أو تيجي في يوم من الأيام بعد ما أفشة يعتزل بعد عمر طويل في الملاعب بإذن الله، هتفتكر مناسبتين. لعل المناسبة الأهم بالنسبة لجمهور الأهلي طبعا هو نهائي القرن، والقضية ممكن، والتصويبة اللي كانت في أبو جبل اللي الأهلي جاب بيها بطولة دوري أبطال أفريقيا التاسعة في تاريخ النادي الأهلي، واللي فرحت جماهير النادي الأهلي فرحة أعتقد إن هي مش هتتكرر بعد كده، ممكن تتكرر لو كسبت ريال مدريد، وهنيجي للحته دي بعد كده. لكن ده هدف ما يتنسيش لأفشة وجمهور النادي الأهلي. أفشة كرر الهدف النهارده تقريبا شبهه، بنفس السيناريو، بنفس كل حاجه، بنفس التصويبه، يعني في نسبه كبيره قوي من التشابه ما بين هدف أفشة في مرمى نادي الزمالك في نهائي القرن، نهائي أفريقيا 2020، وما بين هدف أفشة النهارده في سياتل ساوندرز اللي من خلاله الأهلي، ومن خلال أفشة بيتأهل الأهلي لملاقات ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم. فالأهلي فعلا فعلا نادي يفرح، نادي يشرف، نادي لازم تفرح له لما يكسب. ليه؟ لأنه في نفس الوقت بيفرح وبيصدر صورة رائعة عن الكرة المصرية، بيصدر صورة رائعة عن الكرة المصرية. هل ده حقيقي ولا لأ؟ ده حقيقي. هل ده اللي بيتنقل في العالم كله النهاردة كده؟ تصفح مواقع العالم كلها، شوف أبرز الصفحات العالمية والأوروبية في أي مكان، في أي حتة، هتلاقيهم بيشيدوا فوز الأهلي على سياتل ساوندرز، هتلاقيهم بيقولوا إن الأهلي يضرب موعدا مع ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية. الأهلي بيضرب موعدا مع ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية. شوف لما وكالات الأنباء العالمية، الأهلي ده مين؟ الأهلي ده بطل مصر، الأهلي ده بطل أفريقيا، الأهلي اللي بيمثل مصر خير تمثيل. ففي الحقيقة جمهور الأهلي يستحق الفرحة، لاعبة الأهلي الرجالة يستحقوا الفرحة، الجهاز الفني المميز جدا جدا بقيادة كولر يستحق الفرحة، إدارة النادي الأهلي وعلى رأسها الكابتن محمود الخطيب يستحق الفرحة. ليه؟ ولازم نقف عند الكابتن محمود الخطيب شوية ونديله حقه، لأن الكابتن محمود الخطيب هو رجل مهذب، رجل محترم، رجل ما بيخرجش من لسانه العيبة، رجل متواضع للغاية، رجل عليه ضغوط صعب أي حد، صعب قوي أي حد يستحملها، رجل بيتعرض للسباب والشتائم، لكن في نفس الوقت
هو واثق في نفسه، هو ثابت، هو عارف هدفه، هو عارف ازاي يفرح جمهوره وازاي يشرف مصر من خلال ناديه، من خلال ادارته الحكيمه. هتقول لي يعني هو في سلبيات؟ لا يا عم، اكيد في سلبيات في اي نادي في الدنيا، لكن ازاي انت تقدر تتخطى وتدير وتعدي؟ فهنا لازم نشيد بالاهلي ولازم نشيد بالكابتن محمود الخطيب، الراجل المحترم المهذب، دي حقيقه. فبيتكافئ الكابتن محمود الخطيب رغم كل يعني المساوئ او كل التجاوزات اللي بتطلع في حقه وفي حق النادي الاهلي، ربنا بيكافئه بمباريات زي دي، ربنا بيكافئ الاهلي وجمهوره بماتشات زي دي، ربنا بيكافئ الاهلي وجمهوره وادارته والمنظومه بالكامل بتاهل لنصف نهائي كاس عالم. انت بتتكافئ بحلم هتعيشه يوم الاربعاء، ان انت تبقى الساعه 9 بالليل بتوقيت القاهره قاعد جايب التلفزيون والقناه الناقله لمباراه الاهلي وريال مدريد بطل اوروبا. ده حلم ولا مش حلم؟ ده حدث في حد ذاته ولا لا؟ ده انجاز يحسب للنادي الاهلي ولا لا؟ هتقول لي بقى الاهلي ما يستحقش يلعب في كاس العالم، اصل هو راح عشان كان التاني في البطوله، اصل الاهلي ما يستحقش مش عارف ايه ويستحق ايه. الاهلي فين يا سيدي؟ الاهلي فين يا حبيبي؟ الاهلي موجود في نص نهائي كاس العالم بيلاعب ريال مدريد، ممثل مصر، النادي الاهلي ممثل مصر، فلازم كلنا نبقى في ظهر ممثل مصر. احنا يعني بص بنحاول على قد ما نقدر نمسك في اي حاجه تفرحنا، احنا شعب غلبان اقسم بالله، شعب غلبان جدا، اي حاجه قد كده وتفرحه. ما بالك بقى لما يكون الشعب ده بيستنى الحاجات الترفيهيه زي مباريات كره القدم، وتلاقي نفسك في محفل عالمي بتقدر تكسب وتتخطى وتوصل لنص نهائي كاس العالم. دي مش اول مره للنادي الاهلي، ده طبيعي بيحصل للنادي الاهلي كتير، لكن الحدث الابرز في ان بطل القرن في افريقيا بيقابل بطل القرن في اوروبا. فاكيد كل المصريين بمختلف انتماءاتهم وانا من انتماءاتهم طبعا، وانا واثق جدا جدا كتير من جماهير نادي الزمالك اكيد كانت فرحانه بتاهل، مش كلهم اكيد ده بيحصل عادي يعني ما فيهاش مشكله، لكن في ناس اكيد كانت فرحانه بتاهل النادي الاهلي لنصف نهائي كاس العالم عشان يقابل ريال مدريد، زي ما الجمهور الاهلي بالطبع بدون استثناء الكل فرحان والكل بيشيد والكل مزقطط بتاهل الاهلي لمواجهه ريال مدريد في نص نهائي كاس العالم. فعلا مواجهه مرتقبه، مواجهه للتاريخ، والابطال هيلعبوا بعض، وابطال القرن في اوروبا وفي افريقيا هيواجهوا بعض في مواجهه تاريخيه. النهارده المباراه بالمناسبه كانت صعبه جدا، ليه؟ فريق اوكلاند كسبته 3-0 باداء مبهر بحاجه حلوه قوي، بس في نفس الوقت كنت تقعد تقول لي ايه، خلي بالك برضو اوكلاند فرقه على قدها، اصلا انت النهارده بتلاعب، خلي بالك اللقطات، خلي بالكم معانا كده اللقطات اللي قدامنا دي حصريه لينا، اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي لقطات بعد المباراه حصريه للبلاس 90 اثناء خروج الجماهير من الملعب اللي استضاف مباراه الاهلي وسياتل ساوندرز. بالعوده لمباراه اوكلاند، فقلنا اوكلاند فرقه على قدها ماشي، فالاهلي كسب وعدى والاهلي ابدع وعمل مباراه كبيره، لكن مباراه سياتل النهارده بطل امريكا، بطل امريكا، امريكا والمكسيك ومش عارف ايه، فاول فريق امريكي يشارك في كاس العالم للانديه، فريق قدر ان هو يفوز ببطوله الكونكاكاف، فبالتالي مباراه صعبه جدا، الليفل اعلى شويه، يعني انت ابتديت بليفل قليل بتاع اوكلاند، ابتديت تعلى بليفل اعلى شويه ليفل سياتل ساوندرز، بعد كده هتلعب ليفل الوحش مع مين؟ مع ريال مدريد. فانت ماشي الموضوع بشكل تدريجي، فانك تكسب الليفل ده النهارده بالاداء ده وبالصبر ده، خلي بالك لان الصبر ده كان واضح قوي في اداء النادي الاهلي النهارده، الاهلي الشوط الاول تحس انه سايب الكوره لفرقه سياتل، العبوا ماشي، هي فيها مجازفه بالمناسبه يعني عشان نبقى واضحين، لكن في نفس الوقت انا عارف انا عايز استهلككم بدنيا، انا عايز اتعبكم عشان الشوط الثاني انا افوق، انا الريتم بتاعي احسن، انا بدنيا اعلى، ليه؟ لان الموسم عندي بادي من بدري، فانا عايز استغل حاجه، وده ذكاء لو كان فعلا يعني استنتاجنا صح، ده ذكاء ومجازفه في نفس الوقت من كولر، لكن نجح فيها في الاخر ان هو يكسب بهدف في الدقيقه 87 للنادي الاهلي يتاهل من خلاله لنص نهائي كاس العالم. فالمواجهه النهارده مش هتقدر بقى تقول ايه اصل الفرقه سهله، اصل الفرقه مش عارف، لا طبعا فرقه صعبه، وفرقه كانت الشوط الاول ممكن تجيب اهداف وكان في بعض الفرص على استحياء، لكن شخصيه الاهلي ورجاله النادي الاهلي خلصوا المباراه في الشوط الثاني، لان الشخصيه بتبقى مطلوبه قوي في المناسبات اللي زي دي، تبقى واقف على رجلك واثق في نفسك، حتى لو المباراه بتروح منك في بعض الاوقات تحس ان انت مش في التوب فورم بتاعك مش عارف ايه، تقدر ترجع وتقدر تجيب جول في الاخر وتتاهل وتحسم وتموت الدنيا،
فدي كلها انجازات تحسب للنادي الاهلي ومكاسب رائعه من مباريات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. والمكسب الابرز انك لما تقابل ريال مدريد الاهم بقى، بما اننا خلاص نقفل بقى صفحه سياتل والاهلي يفرح النهارده وجمهوره يفرح النهارده والشعب المصري يفرح النهارده، لكن من بكره كلنا ورا النادي الاهلي عشان يستعد استعداد مناسب لمباراه ريال مدريد. لما هتيجي تتكلم على ماتش ريال مدريد تعالى نتكلم بصراحه، نتكلم بصراحه، ريال مدريد فرصه قد ايه؟ لا فرصه اعلى بكتير انه يفوز على النادي الاهلي، ده المنطقي، ده اللي انت لما تيجي تفكر كده. ريال مدريد والنادي الاهلي مش تقريبا النادي الاهلي على قد ما ريال مدريد بيلعب في ليفل ومستويات اعلى بكتير، فبالتالي ريال مدريد اللي عنده نجوم جامده جدا 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 وسرعات وقوه بدنيه وكل حاجه، كل حاجه متوفره في ريال مدريد، فاكيد النسب بتميل ناحيه ريال مدريد. لكن هنا اقف عند نقطه مهمه قوي بقى، خلي بالك الكره ملهاش كبير، لازم تصدق انك ممكن تكسب، لازم تصدق انك ممكن تعمل مباراه كويسه. هتقول لي اصل احنا ممكن، اصل ريال مدريد والفرق المستوى مش عارف ايه، لا عندك قبل كده امثله. مصر كسبت ايطاليا في 2009، ايطاليا كانت بطل العالم. مصر خسرت من البرازيل 4-3 بصعوبه شديده في بطوله القارات، والبرازيل وما ادراك ما البرازيل. لكن انت في نفس الوقت عشان بتلعب باستمتاع ومصدق انك تكسب فكسبت وعملت مباراه كويسه قدام البرازيل وكسبت ايطاليا. الاهلي لازم يصدق انه يكسب. خلينا نروح لمداخله مهمه جدا جدا مع الاستاذ المحترم الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يا استاذ طارق الف الف مليون مبروك. استاذ طارق معانا يا جماعه؟ طيب استاذ طارق فصل، هيرجع لنا تاني، خط قطع، بس اكيد مداخله مهمه جدا مع احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، نبارك له ونبارك من خلاله لجمهور النادي الاهلي، وباذن الله باذن الله الاهلي يشرفنا. مطلوب من النادي الاهلي في ماتش ريال مدريد انه يلعب من غير اي ضغوط. انت في كل الاحوال بتلاعب ريال مدريد، بتلاعب ريال مدريد، فاهم؟ فالعب بضغوط كده، ما فيش ضغوط عليك، بالعكس العب للمتعه، هتلاقي نفسك عملت ماتش كويس جدا والفوز مش بعيد، مفيش حاجه بعيده في الكوره. نروح للاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يا استاذ طارق مساء الخير والف مليون مبروك. مساء النور يا استاذ امير، مبروك ليك ومبروك للشعب المصري كله، حاجه مشرفه الحمد لله. الحمد لله، حاجه مش جديده على النادي الاهلي بصراحه، يعني الموسم الثالث على التوالي الاهلي في نصف نهائي كاس العالم، اكيد ده نتاج مجهود وعمل شاق جدا جدا لمنظومه الاهلي بالكامل، سواء مجلس اداره سواء جهاز فني سواء لاعبين، فبالتالي نتيجه العمل والمجهود ده بتظهر في المواقف اللي زي دي والبطولات اللي زي دي يا استاذ طارق. الحمد لله، يعني انت عارف طبعا يا استاذ امير انت متواجد في وسط النادي، يعني عارف كويس قوي قبل البطوله كم الاستعدادات اللي كان معموله ازاي، والاهلي الحمد لله بيمتلك نظام يعني في احترافيه في العمل وبيتبقى التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. بالظبط، وده اللي حصل لغايه دلوقتي في البطوله دي، نتمنى من ربنا انه يحالفنا التوفيق في الباقي، ويا رب ان شاء الله نفوز بيها يا رب. هل تواصلت مع البعثه هناك يا استاذ طارق؟ باركت لهم، اطمنت عليهم بعد الفوز المميز النهارده على سياتل؟ اه طبعا، وكانوا بيحتفلوا بعيد ميلاد محمد شريف. تمام. فدايما يا رب ان شاء الله تكون الامور طيبه. لا مطمن عليهم كويس جدا، كنت على تواصل معاهم طبعا بعد الماتش يعني، باركنا لبعض وكده. بس وهحصلهم ان شاء الله كمان يومين ان شاء الله. ان شاء الله. المشاركه لحد دلوقتي بالنسبه للنادي الاهلي، الوصول لمباراه نصف النهائي اكيد كان حلم بالنسبه لكل منظومه النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت كان التفكير في اول محطتين، محطه اوكلاند وبعد كده محطه سياتل. دي طبعا ثقافه النادي الاهلي، وده اللي حصل سواء من الاداره او حتى من الجهاز الفني واللاعبين يا فندم. اه، من جمال طبعا النادي الاهلي انه ما حدش فكر في ماتش ريال مدريد الا بعد ماتش النهارده. انما كل ماتش وليه حساباته، بحيث ان ما يحصلش تشتت لتركيز اللعيبه. طبعا كلنا عارفين لما حد يقعد يفكر في ماتش ريال مدريد بالذات، ماتش ليه احتفاليه خاصه يعني، حاجه اي نادي في العالم ان هو يلاعب ريال مدريد، اكيد فدي في حد ذاتها كان ممكن تشتت تفكير اللعيبه. انما منظومه النادي الاهلي الحمد لله جمالها في كده، ان الاحترافيه عندها بقياده الكابتن محمود الخطيب في كده طبعا، ان كل ماتش له حساباته. لغايه النهارده الحمد لله الناس بتفرح وكلنا فرحانين، ومن الصبح عندهم عمل شاق جد. ان شاء الله ربنا يوفق في المباراه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هل انت مسافر بكره فعلا تلحق بالبعثه ولا الموقف ايه؟ الثلاث ان شاء الله. مسافر يوم الثلاث. طيب هل في ترتيب بخصوص رحلات للجماهير لحضور مباراه ريال مدريد الاداره قامت بيها ولا لسه؟
كان النهارده ريال مدريد لسه مش عارف للامانه، لان كان في حاجات الناس عمالين تمام يتواصلوا مع الشركات، تمام، وكان من اداره النادي برضو حد مسؤول كان بيتكلم معاهم المسؤولين على الرحلات والتنسيق في القصه دي. اكيد فربنا يسهل برضو ان يعني ان كل ان يكون في اكبر عدد موجود في المباراه دي. طيب قبل ما تكون عضو او بخلاف انك عضو مجلس اداره النادي الاهلي يا استاذ طارق، كونك كمشجع للنادي الاهلي كيف ترى مواجهه رسميه ما بين الاهلي وريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم؟ زي ما اقول حاجه، حاجه جميله كده، حاجه مفرحه انك تلعب ريال مدريد نادي القرن في اوروبا. طبعا ريال مدريد بكل يعني الاسم لوحده يكفي يعني. فانك النادي الاهلي يلعبه دي طبعا حاجه مشرفه وجميله. وما تنسيناش برضو عظمه النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي بتاريخه الكبير قوي هو بيشرف برضو اي حد يلعبه. أكيد طبعا طبعا، التاريخ العريض للنادي الأهلي على مستوى الشرق الأوسط كله دي بحد ذاته حاجة مفرحة، وما تنسيناش أبدا برضو قدر ريال مدريد والعظم. رسالة مجلس الإدارة للعيبة قبل المواجهة دي بالتحديد هتقولوا لهم إيه؟ يعني أنت هنلاعب ريال مدريد أو الأهلي هيلاعب ريال مدريد، فبالتالي بيبقى أكيد في ضغوط نوعا ما على اللعيبة بخلاف إن هي مباراة بطولة. في كل حال لو قدرت تتخطى يبقى بتحقق إنجاز، أول مرة يحصل في تاريخ النادي الأهلي إنك توصل المباراة النهائية. رسالة مجلس الإدارة للعيبة ممكن تتمثل في إيه من كلمات قليلة مثلا يا أستاذ طارق؟ بص، هي دايما الرساله اللي هو المفوض من المجلس والمشرف على الكوره الاسطوره كابتن محمود الخطيب، ودي اللي كنت بشوفه دايما بعناية، لان انا قبل كده برضو كنت معاهم وقبل ما لعب بايرن ميونخ في برضو كاس العالم للانديه، اللي هو دايما كابتن خطيب معاهم مع اللعيبه ان مباراه كره قدم 90 دقيقه المتفوق فيها هو اللي بيكسب، وفي نفس الوقت بعيدا عن اي ضغوط، لان ضغوطات، لان في النهايه انتوا بتستمتعوا انك بتلعبوا في بطوله للكبار. صح صح. طيب اكيد عشت لحظات فوز الاهلي على ريال مدريد في 2001، كانت مباراه وديه، هل ممكن الاهلي يكرر؟ كان صندي. ايوه بالظبط، هل ممكن الاهلي يكرر الفوز ده في مباراه رسميه؟ والله نتمنى كل ده كده يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله باذن الله. استاذ طارق انا بشكرك شكرا جزيلا. استاذ طارق قنديل طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي كان معانا على الهاتف، بنبارك له مره ثانيه وباركنا له مره اولى، وبنبارك اكيد لكل جماهير النادي الاهلي على مدار الحلقه. هتفضل المباركات مستمره، لان اللي بيحصل ده حدث في حد ذاته، ان الاهلي يقابل ريال مدريد مش وصوله بس لنصف النهائي، لان نصف النهائي ووصول النادي الاهلي ومشاركه في هذه المرحله من البطوله حصلت اكتر من مناسبه قبل كده، لكن في نفس الوقت مباراه اهلي وريال مدريد دي مباراه بتبقى للتاريخ ومباراه مهمة جدا. بالعوده لامكانيه الاهلي في فوزه على ريال مدريد في هذه المباراه، الفرص تاني هنرجع نقول الفرص اكيد ناحيه ريال مدريد، المنطق بيقول كده، لكن هنرجع برضو ل 2001 الاهلي فاز على ريال مدريد. هتقول لي الماتش كان في القاهره وجمهور الاهلي وكلام من ده، ومباراه كانت مباراه على يعني لقب القرن وكلام من ده، لكن في نفس الوقت المباراه الرسميه غير طبيعي. لكن لازم انت، هرجع لنفس الكلمه، لازم تصدق ان انت عندك فرص حتى لو مش كبيره انك تكسب ريال مدريد لو لعبت للاستمتاع والمتعه. تمام، ممكن تحصل المفاجأة، وهي هتبقى مفاجأة ليس تقليلا من النادي الأهلي، طبعا النادي الأهلي حاجة كبيرة جدا، لكن إن أنت تكسب بطل أوروبا، إن بطل أفريقيا أو أي فريق في قارة أفريقيا يكسب بطل أوروبا، فده هتبقى حاجة أو دي هتبقى حاجة كبيرة جدا جدا جدا. فمليون مبروك لجماهير النادي الأهلي، فوز وتأهل مستحق بعد مباراة صعبة جدا بهدف أفشع على حساب فريق سياتل ساوندرز المحترم، واللي لعب مباراة كبيرة، لكن دايما الأهم هو اللي جاي بالنسبه للنادي الاهلي. مبروك لكولر، هذا المدرب اللي ما خسرش ولا مباراه، لعب 22 مباراه مع النادي الاهلي في مختلف البطولات، ما خسرش ولا ماتش، ما خسرش ولا ماتش. بالمناسبه هي نفس المسيره اللي حصلت مع بدايه بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي على ما اتذكر، لعب في مختلف البطولات ما خسرش ولا مباراه لحد ما قابل بايرن ميونخ في نص نهائي كاس العالم خسر 2-0. فنتمنى ان الموضوع ما يتكررش. طبعا هدف ده ما يتنسيش، هدف ساندي بصناعه حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي الحالي وكابتن فريق النادي الاهلي السابق، مباراه كانت تاريخيه على احتفاليه القرن، وفاز النادي الاهلي على ريال مدريد بنجومه، تتكلم بقى على زين الدين زيدان، لويس فيجو، ميكاليلي، روبرتو كارلوس، ناس كتير قوي قوي تتكلم، راؤول جونزال، ناس كتير قوي، نجوم تقيله قوي، قدر الاهلي انه يفوز. خلي بالك الاهلي في التوقيت ده كان عنده عناصر شابه كتير، لكن انت برضو تقدر انك تصدق نفسك وتعمل مباراه جيده. وانا اعتقد المطلوب من جماهير النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي طالبه من فرقه النادي ان هم يعملوا بس يلعبوا كره حلوه، يلعبوا كره حلوه، كره حلوه
دي هترضي جدا جماهير النادي الاهلي بغض النظر عن النتيجه، لان عارفين اكيد حجم الفريق اللي بيلعبوه. طب خلينا نروح للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي عشان نبارك له بعد هذا الفوز المستحق والتاهل لمواجهه ريال مدريد. يا دكتور مساء الخير، الف مليون مبروك. مساء الخير يا استاذ امير، وخليني برضه في البدايه، عندنا النهارده يوم جميل خاص بالنادي الاهلي، كمان ابارك لك على البرنامج الجميل بتاع حضرتك وحضورك المتميز دايما، واحنا كلنا ثقه فيك زي ما كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي انك تعمل حاجه مفيده للاعلام المصري، لانك واحد من الخبرات الاعلاميه الواعده المبدعه ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم، دي شهاده بالنسبه لي، لكن في نفس الوقت طبعا ببارك لك على فوز النهارده، على تاهل النادي الاهلي، وعلى شكل الفرقه، وعلى الوصول لمرحله صعبه جدا في بطوله كاس العالم للانديه، وعلى كمان المواجهه التاريخيه مع ريال مدريد، وده في حد ذاته حدث طبعا. يعني خلينا نبارك للجمعيه العموميه بتاعه النادي الاهلي، ونبارك لجماهير النادي الاهلي العظيمه والعريقه اللي موجوده في كل اماكن العالم. ويمكن ده البطوله دي يمكن من احد اهم خصوصيتها في الحقيقه، إن هي أظهرت أيضاً مكانة النادي الأهلي في كل الدول العربية تحديداً وفي العالم أجمع. أيوة. يمكن شايفين الجماهير اللي بتتابع في المملكة المغربية بشغف مباريات النادي الأهلي، وبتتابع كل أخبار بعثة النادي الأهلي اللي موجودة بقيادة الكابتن محمود الخطيب. أيضاً يمكن حتى يمكن القناة الحاصلة على حقوق نقل وبث المباريات، شفنا قد إيه هي حريصة على إن هي تنقل مباريات النادي الأهلي، على الرغم من إن فريق سعودي ايضا موجود، لكن شفنا حجم المتابعه الكبيره لجماهير النادي الاهلي اللي منتشره ايضا في المملكه العربيه السعوديه، اللي منتشره في كل دول الخليج العربي، اللي منتشره في الشمال الافريقي. في الحقيقه شفنا كمان القيادات الكره العالميه وتقديرها للنادي الاهلي وتواجده في البطوله، شفنا الزيارات الكريمه، ده كله على فكره بيعكس حجم ومكانه النادي الاهلي، وده بيأثر على اداء اللاعبين في الملعب، لانهم بيستشعروا قيمه النادي اللي بينتموا ليه، وقيمه العلامه التجاريه اللي تدعو للفخر لكل مصري. في الحقيقه يمكن البطوله دي لها طعم خاص شويه المره دي، لان كان عندنا فتره كبيره من التحديات اللي قابلتنا الفتره اللي فاتت، لكن الحمد لله اداء الفريق الفتره الاخيره كان بيعكس معدن لعيبه النادي الاهلي واصاله هذا الجيل، ايضا اصاله هذا الجيل اللي حقق البطولة رقم 9 والبطولة رقم 10، وحقق 2 سوبر وحقق 2 برونزية وحقق سوبر مصري لسه من فترة قريبة جدا، والنهاردة الحمد لله بيتصدر بطولة الدوري المصري، وإن شاء الله ربنا يوفقنا في بطولة أفريقيا. ففي الحقيقة بطولة وأداء يحمل معاني الفخر لكل المصريين، وايضا بشكل خاص وتقدير خاص لجمهور النادي الاهلي اللي دايما هو السند وهو الحمى للنادي الاهلي. بمناسبه جمهور النادي الاهلي يا فندم، احنا قدامنا دلوقتي على الشاشه لقطات لجماهير النادي الاهلي عقب المباراه، بلقطات الفرحه والفوز المميز والغالي والتاهل لمواجهه ريال مدريد، لكن في نفس الوقت هستغل الفرصه واسالك، هل في امكانيه لنقل جماهير او عدد اكبر من جماهير النادي الاهلي لدوله المغرب الشقيقه علشان يساندوا الفريق خلال الفتره الجايه، او تنظيم لبعض الرحلات يعني بشكل زائد خلال الايام القليله المقبله حتى موعد المباراه؟ في الحقيقه كان في محاوله، ويمكن احنا كنا في المؤتمر الاخير اللي كنا اعلنا فيه عن الرعايه لبطوله كاس العالم للانديه، كان في بروتوكول تعاون مع مجموعه موقره، في الحقيقه كان احد الشركات التابعه ليها هي شركه ايضا متخصصه في السياحه، واحنا بنحاول معاهم لحد ما انا بكلم حضرتك، بس بيقابلنا تحدي هو الحصول على التاشيرات، فبنحاول مع السفاره المغربيه، وفي حاله ده يعني بيقدر يتيسر عندنا طبعا، زي ما جماهيرنا العظيمه عارفه ان احنا عندنا شركه مختصه بالخدمات الرياضيه، وهي في البروتوكول والتوافق مع الشركه اللي تنتمي للمجموعه الاخرى بيحاولوا، لكن هي اللي يتوقف الامر على قدرتنا على استخراج التأشيرات في الفترة الوجيزة اللي جاية، فإذا تيسر الأمر أكيد إحنا هنبقى سعداء إن شاء الله كنادي أهلي، وده دايما بنبقى حريصين على إن إحنا نوفر كل الخدمات لجماهيرنا، ولكن بنلتزم أيضا بالضوابط اللي قطعها الدول المستضيفة لكل البطولات اللي النادي الأهلي بيشارك فيها. طيب كنت عايز حابب اسال حضرتك في جزئيه اخرى مختلفه ومهمه جدا برضو، واكيد بتهم جماهير النادي الاهلي، وانا عارف ان اداره النادي الاهلي شاطره والاداره التنفيذيه في النادي الاهلي ناس شاطره جدا جدا، فبيستغلوا الاحداث اللي زي دي في الجانب التسويقي بشكل مميز. كيف سيتم استغلال هذا الحدث وهذا الانجاز ومواجهه الاهلي مع ريال مدريد في الجانب التسويقي بالتحديد اللي يفيد النادي الاهلي فيما هو قادم؟
يعني خلينا طبعا النادي الاهلي، انت حضرتك لمست حاجه مهمه جدا، ويمكن كان البعض بيستفسر طوال الفتره الماضيه لماذا النادي الاهلي هو الاول في السوق الافريقي، ايوه ولماذا النادي الاهلي هو الاعلى قيمه تسويقيه. البطوله جت النهارده وبتاكد ان قوه العلامه التجاريه صح. للنادي الاهلي، لانه عنده الجماهير بتاعته عندها ثقه في ان هو يوصل لاعلى او لابعد نقطه في البطولات، وبالتالي معدلات الظهور للعلامات التجاريه اللي بتبقى على النادي الاهلي هي عندها فرصه كبيره. احنا شفنا النهارده وبنتابع من المباراه الماضيه حجم التواصل وحجم التفاعل اللي على السوشيال ميديا للمحتوى بتاع النادي الاهلي في صح بطوله كاس العالم للانديه، وده بيخلق ترافيك وبيخلق فرص للرعاه ان هم يتواصلوا مع المستفيدين. احنا رصدين ده بشكل كويس وبنعزز الفرص التسويقيه بتاعتنا. ايضا الشركات المورده للملابس الرسميه حجم المبيعات بتاعتها المفروض ان هي بتملى الستورز اللي موجوده دلوقتي، وايضا الستورز بتاع النادي الاهلي هيبدا يعمل خصومات سعريه للتيشيرتات الخاصه بملابس النادي الاهلي خلال المباراه القادمه ان شاء الله، ودي كلها فرص تسويقيه واعده بالنسبه لنا احنا بنستثمرها بشكل جيد. وخليني اختص برضو برنامج 90 بلس، ان شاء الله احنا هنعلن عن الراعي رقم 5، المؤتمر رقم 5 ان شاء فعلا. الله بعد يوم 19 ان شاء الله، يوم بعد ما 19 توصل بعد يوم 19 تمام، يبقى يا 20 يا 21 عشان جدول المباريات يكون ظهر بتاع الدوري المصري بعد ايوه تأجيل عدد من المباريات، وده بختص حضرتك بده، وده برضو عشان نستثمر حجم الوهج اللي موجود حوالين العلامة التجارية بتاعت النادي الأهلي الأقوى والأعلى في القارة الأفريقية. ويمكن احنا مش بنقول كده بس عشان احنا بنحب النادي الأهلي وعشان احنا بننتمي للنادي الأهلي، يمكن حضرتك التقارير اللي صدرت بالأمس أن النادي الأهلي هو الرابع على مستوى الأندية العالمية في حجم التفاعل على السوشيال ميديا، وده استثمار للمحتوى اللي بتنتجه بطولة كأس العالم للأندية، لأن احنا بنقدر نحط محتوى متميز لجمهورنا بشكل خاص أيضا على المنصات الإعلامية المملوكة للنادي الأهلي، وده بيزيد عدد التفاعل اللي موجود على المواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي الأهلي. وأيضا ده بنقدم محتوى حصري، ويمكن أنت شايف حضرتك حجم التطور في الفترة اللي فاتت ان احنا كمان ازاي بنقدم الصفقات الجديده بتاعتنا على منصات التواصل الاجتماعي أيوة. المملوكه للنادي الاهلي، واعتقد ان دي كلها فرص افكار تسويقيه واعده النادي الاهلي بيعرف يستثمرها كويس عشان علامته تفضل هي الاول والاعلى والاقيم في القاره الافريقيه. طبعا، ويعني بصراحه انتوا في الجانب ده يعني بتقوموا بيه على اكمل وجه وشاطرين جدا يا دكتور سعد. لكن خليني برضو اسالك على الحاله الصحيه للكابتن محمود الخطيب، خصوصا بعد الاخبار اللي تناثرت ما قبل المباراه بخصوص ان هو مش هيحضر المباراه، هو فعلا ما حضرش بسبب يعني حاله صحيه، او الراجل يعني تعبان شويه عنده نزله برد، فعايزين نطمن الجماهير على الكابتن محمود الخطيب. طبعا الكابتن الكبير، يعني خليني طبعا اولا احنا طبعا بنتقدم بالشكر الجزيل في الحقيقه لاحد اهم رموز القاره الافريقيه في كره القدم، وارجو ان حضرتك تسمح لي مزيد من الوقت. يمكن في الحقيقه طبعا هذه البطوله يعني عكست الاحترام والتقدير لكل قيادات الكره العالميه لشخصيه الكابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي الاهلي، وايضا كقيمه الكابتن محمود الشخصيه كواحد من اهم رموز القاره الافريقيه. ويمكن انا تواصلت بالفعل معاه بعد المباراه مباشره عشان اطمئن على صحته، وكان في ارتفاع بسيط النهارده الصبح في درجه الحراره، ومشكورا الدكتور محمد شوقي والدكتور احمد ابو عبله في الحقيقه قدموا الاسعافات الاوليه يعني الرعايه الطبيه للكابتن محمود عشان نقدر نخفض درجات الحراره، والحمد لله الامور الصحيه في تحسن مستمر. ويمكن حتى على الرغم من الامور الصحيه اللي هو كان موجود فيها دور البرد واللي تعرض ليه من الامس بالامس، وكان في ارتفاع ايضا في درجه الحراره، لكن كان حريص على متابعه كل شان الفريق ومتابعه النادي معانا النهارده، كان حريص انه يطمن على النادي وعلى الامور عندنا، وايضا الاستعدادات في الفتره القادمه لبعض الامور الخاصه ايضا بفريق كره القدم اتناقشنا فيها، وبطمن جمهور النادي الاهلي على صحه الكابتن محمود اللي دايما في الحقيقه بيقدم كثير من لصالح النادي الاهلي ولجماهير النادي الاهلي، وايضا بيحقق لنا طمانينه وثقه وانضباط كامل، وده بيبقى عنصر مهم للنجاح، واعتقد انت شايف حضرتك حجم الانضباط اللي موجود في البعثه بالاضافه لوجود اعضاء مجلس اداره موجودين، المهندس مرتدي، الدكتور شوقي، المهندس اكيد الاستاذ الجرحي في الحقيقه،
ربنا يبارك لنا فيه ان شاء الله ويرجعوا لنا بالسلامه موفقين ان شاء الله. ان شاء الله. اخيرا قبل ما اختم مع حضرتك، هل هيبقى في بحث لسبل التعاون مع ريال مدريد استغلالا لهذه المباراه، ولا الموضوع ده لم يتم التطرق ليه حتى الان؟ انت عارف ان دي حضرتك بتبقى حقوق ملكيه بتبقى مملوكه للاتحاد الدولي لكره القدم، الحقوق التجاريه الخاصه بالبطوله، لكن احنا بنبقى حريصين على لو بيبقى في بعض الفرص التسويقيه اللي احنا نقدر نستثمرها كمحتوى مشترك زي ما عملنا قبل كده مع باير ميونخ وتم استثمارها بشكل جيد في البطوله قبل الماضيه. اعتقد ان احنا طبعا بنشوف اللائحه بتنص على ايه وبندرس اللوائح بشكل جيد بحيث ان احنا نلتزم باللوائح المنظمه للبطوله بالذات فيما يتعلق بالحقوق التجاريه والتسويقيه للبطوله. دكتور سعد انا بشكرك شكرا جزيلا وبارك لك مره ثانيه وبارك لكل جماهير النادي الاهلي على هذا التاهل المستحق ومواجهه ريال مدريد في نصف النهائي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور سعد. دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي النادي الاهلي كان معانا على الهاتف، مداخله كانت مهمه وعرفنا من خلاله بعض الاخبار اكيد اللي بتهم جماهير النادي الاهلي تحديدا واللي بتهم متابعين يعني الرياضه المصريه بشكل كامل، فمداخله كانت مهمه بعد فوز الاهلي اليوم. النهارده الكابتن محمود الخطيب هنأ اللاعبين خلاص والجهاز الفني والاداري والطبي وطلبهم ببذل المزيد من الجهد لاسعاد جماهير الاهلي الوفيه، وخصوصا ان خلاص يعني مباراه الاهلي وريال مدريد هي مباراه اكيد غايه في الاهميه، هي مباراه رسميه فطبيعي مباراه مهمه. الاهلي بيفرح النهارده، جمهوره بيفرح النهارده، كل المصريين بيفرحوا النهارده، من بكره خلاص التركيز كله هيبقى على مواجهه ريال مدريد يوم الاربعاء المقبل. انتوا متخيلين يا جماعه الكلمه مواجهه ريال مدريد؟ الاهلي هيواجه ريال مدريد، كلمه برضو تحس ان انت مش واخد عليها كده، يعني انت هنا دايما عارف الاهلي بيلعب مع فرقه كذا 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 في الدوري، فرق كلها محترمه طبعا، لكن انا بتكلم في ايه؟ مواجهه الاهلي وريال مدريد في نص نهائي كاس عالم، لا برضو كلمة تقيلة اسم، يعني هتحس ان انت بتقول حاجة كده غريبة، فلازم برضو يعني تقف عند حدث مهم زي ده وتحاول تتكلم عليه بشكل ايجابي، ولازم الاهلي يستغل هذه المباراة بشكل جيد ان شاء الله، يظهر بشكل محترم والنتيجة دي بتاعت المولى عز وجل، ومفيش حاجة بعيدة عن كرة القدم. فمليون مبروك للنادي الاهلي وجماهيره. خليني اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندي تفاصيل كتير قوي بتخص نادي الزمالك وموضوع القيد وايه القصه هتحصل بعد ما احنا شرحنا لكم وفرضنا بحاجات كتيره جدا بخصوص ازمه قيد ثلاثي نادي الزمالك الجديد، ففي كواليس كتيره قوي وتفاصيل مهمه في نادي الزمالك، بس بعد الفاصل استنونا يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية، نتكلم بقى شويه عن نادي الزمالك وبعض الاخبار والتفاصيل اللي بتهم جماهير نادي الزمالك الكبيره طبعا، واكيد في بعض الجزئيات المهمه واهمها طبعا موضوع القيد، وما بين كل ساعه والتانيه تلاقي اخبار بتطلع لا الزمالك هيأيد، الزمالك هيخرج الكرنيهات بتاعه اللعيبه واللعيبه الثلاثه اللي هم الصفقات الجديده محمود شبانه العائد يعني من الاعاره وايضا احمد بالحاج وناصر منسي، لا خلاص هياخدوا الكرنيهات والموضوع موضوع وقت وهيشاركوا بتاع. يا جماعه عشان القصه تبقى واضحه قدام حضراتكم، احنا جبنا لحضراتكم الناهيه، اي حد هيقول كلام غير كده فهو بيحاول يبرر موقفه او بيحاول ان هو يعني يكون عنده امل في قصه زي دي. انا بقول لك الموضوع انتهى للاسف الشديد، الموضوع انتهى بسبب عدم اتباع نادي الزمالك لبعض الاجراءات اللي لازم من خلالها نادي الزمالك يأيد لعيبته. نادي الزمالك ما عملش حاجه بسيطه قوي غصب عنه او مش غصب عنه، هو اللي خلى الطريق ياخده الناحيه دي اللي هي ايه، ان انت ما سددتش المديونات بعد ما بعت الاتحاد المصري لكره القدم لكل الانديه، بعد ما كل الانديه راحت جريت وجدولت المستحقات بتاعتها، المستحقات بتاعت اتحاد الكوره تمام، المديونات اللي على كل الانديه راحوا جدولوها مع اتحاد الكوره، فكل الانديه بما فيهم الاهلي دفعوا. الاهلي كان عليه مثلا 8 مليون جنيه، راح دفع جزء وجدول الباقي مع اتحاد الكوره، مش عارف نادي مثلا الاتحاد كان عليه كام، نادي الاسماعيلي، نادي مش اي نادي في ال 18 نادي ما عدا الزمالك، يعني 17 نادي في الدوري راحوا جدولوا مستحقاتهم. نادي الزمالك رغم التواصل لعدد من المرات المتتاليه من قبل الاتحاد المصري لكره القدم سواء عن طريق الهاتف او حتى عن طريق المخاطبات الرسميه او حتى عن طريق خطابات التذكرة، نادي الزمالك ما ردش على مسؤولين في اتحاد الكورة وافتكروا ان القصة هتمشي زي كل مرة، فنادي الزمالك لما راح يأيد اللعيبة هو حطهم على السيستم، خلي بالك هنعيدها تاني، لما يحطهم على السيستم دي مش يعني هو لما يسجلهم على السيستم مش معناها انه أيد اللعيبة، لأن أنت لما تسجل على السيستم لازم تاخد موافقة منطقة الجيزة بتديك الأوكي عشان تدفع الرسوم تاخد إيصال بالرسوم، الرسوم بتاعت التلاتة دول تدفع الرسوم تاخد إيصال، لو الزمالك كان دفع الرسوم وخد الايصال دي او الايصالات دي وحتى اللعيبه ما كانتش اتأيدت خلاص هو خد كل الاجراءات الصحيحه للقيد، فحتى لو ما اتأيدتش قبل الساعه 12 فهم مسجلين على السيستم فبالتالي هيتأيدوا، فالزمالك ما خدش الايصالات دي ليه؟ لان عليه مديونيه، المديونيه لم تجدول من قبل المسؤولين في نادي الزمالك، مسؤولين نادي الزمالك اتلاموا بشكل كبير جدا ان هم سابوا الموضوع للاخر لاخر نص ساعه.
طب ليه؟ ما عندنا الشهر كله من يوم 3 يناير الاتحاد المصري لكرة القدم بعت لكل الأندية وفكر نادي الزمالك أكتر من مرة، فدي حاجة لا يسأل عنها الاتحاد. طيب هنا السؤال، يعني في ناس تيجي تقول لك ما دي حصلت قبل كده، وقبل كده مثلا حسام باولو مش عارف تأيد مش عارف امتى، وبعدين يعني تسجل امتى، وبعدين تأيد بعديها بثلاث اربع ايام في شهر فبراير وكلام من ده. يا جماعه الموقف والقصه مختلفه. حسام باولو كان خد موافقه القيد خلاص بشكل رسمي، فبالتالي تم اعتماد قيده ايا كان بقى يتم الاعلان او قيده بشكل رسمي بعديها بكام يوم، ده امر بيبقى طبيعي طالما انت اتبعت كل الاجراءات بتاعت القيد. طيب خلينا نروح بس لمداخله مهمه جدا مع الاستاذ طارق جبريل المدير المالي السابق لنادي الزمالك، نتكلم معاه في اكتر من جانب واكتر من محور كده مهم جدا بيتعلق باتهامات المجلس الحالي لنادي الزمالك للجان السابقه وبتحديد لجنه الكابتن حسين لبيب. يا استاذ طارق مساء الخير. يا مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام الحمد لله. منورنا ومشرفنا في بلس 90. طيب الاتهامات متواصله من قبل مسؤولي نادي الزمالك الحاليين للجنه الاستاذ او الكابتن حسين لبيب، وان هي سبب من اسباب المديونات الكبيره جدا جدا على النادي، فرد حضراتكم ممكن يكون ايه، او هل عندكم اي رد على الاتهامات دي؟ والله انا بص انا الحقيقه عايز بس اقول مقدمه دقيقه. اتفضل. الحقيقه اللجنه لو حضرتك شايف احنا بقالنا حوالي داخلين على سنه ونص سايبين النادي. ايوه. او سنه ونص الى شهرين. دايما اي فشل ودايما اي دروب يحصل للنادي انا مش عارف ليه المسؤولين في النادي بيجيبوا سيره اللجنه كابتن حسين لبيب واعضاء اللجنه. انا مش عارف ليه الحقيقه يعني. طبعا الاكاذيب متتاليه. مش لاقي حضرتك سبب للجزئيه دي. الافتراءات متتاليه. تمام. لا هو في سبب طبعا. سبب واضح يعني. تمام. وحضرتك النهارده عشان اغطي على فشل في اي يعني مرحله من مراحل النادي خلال الفتره اللي فاتت لازم تتعلى على شماعه. تمام. يعني مره الحكام مره الفار مره الاتحاد مره الاهلي والخطيب مره السحر والشعوذه مره اللجنه. تمام. فهي دايما متتاليه الافتراءات بقالهم يعني شو احنا هي ما كناش بنرد، احنا مش بنتكلم. تمام. يعني سنه ونص تقريبا احنا تقريبا ما كناش بنتكلم الا على بعض النقاط اللي بتتقال علينا ويكون فيها اكاذيب وافتراءات. هو بصراحه التوضيح من حضراتكم ضروري لان جمهور الزمالك حقه برضه يعرف الحقائق بالظبط ايه يعني، فطبيعي لما يكون في اتهامات للجنه اكيد لازم اعضاء اللجنه يطلعوا يردوا. بالظبط. لازم بنرد ورد بمنتهى الادب ومنتهى طبعا طبعا يعني. انما في الاخر احنا ولا جبنا سيره المجلس ولا في ادائه. كان عليا تحفظات كتيره جدا على الاداء. عليكم تحفظات على اداء المجلس الحالي لنادي الزمالك؟ طبعا اكيد. بس احنا ما بنتكلمش ليه؟ عايزين النادي في استقرار، عايزين النادي يا كابتن. بص والله والله انا عايز مصلحه نادي الزمالك. اكيد. والله والله انا عايز المجلس الحالي برغم تحفظاتي عليه عايزه ينجح. اكيد. احنا ما عندناش بص معظم اللجنه اللي كانت موجوده معظمها ما فيش اي نوع من الطموح في انها تيجي نادي الزمالك كمان اداره. تمام. والا كنا دخلنا المره اللي فاتت في المجلس اللي فات لو الانتخابات اللي فاتت. احنا كل همنا النادي ينجح. احنا زملكاويه وزملكاويه بجد. اكيد. مش يطلع علينا افتراءات ان طارق جبريل وحسين لبيب ما لعبوش هاندبول، ان طارق جبريل وحسين لبيب ما لهمش تاريخ في النادي. يعني كلام كله يعني ساكن كل ده. انا ما يهمنيش كل الكلام ده على فكره. فاخر نقطه اتقالت ايه؟ من يومين ان السبب في المديونيه الكبيره لجنه حسين لبيب. حضرتك ممكن تتخيل ان في حوالي 60 مليون مديونيه احنا عملناهم في 6 شهور. يعني هل ده ممكن يعني؟ مش صعبه، هي مستحيله. طبعا. ليه كمان حضرتك؟ لان الرسوم الكبيره دايما بتبقى على القيد الجديد. احنا ما عيدناش حد جديد. لان احنا للاسف احنا بعد ما جينا ما فيش بايام تم ايقاف القيد. جالنا قرار من الفيفا بوقف القيد بسبب ايه؟ بسبب المجلس اللي بيرأسه اللي موجود دلوقتي. تمام. يعني فاهم حضرتك؟ فوقف القيد فما عيدناش حد، هو دي اللي بياخد يمكن مبالغ كبيره. ومع ذلك احنا قعدنا مع الاتحاد وجدولنا ودفعنا للاتحاد 13 مليون و300 ألف. تمام. 13 مليون و300 ألف في 6 شهور. تمام. المديونيه احنا جينا كانت المديونيه تقرب من 60 مليون.
اصل ما قيل من الكابتن او من الاستاذ امير مرتضى منصور بالامس ان كان وقت اللجنه وقت توليها المسؤوليه كان في مديونيه على نادي الزمالك لدى الاتحاد 70 مليون جنيه وهو نجح بتقليصهم ل 30 مليون جنيه. مين اللي قلص ومين اللي ده اللي يعني انا عايز رد حضرتك ده اللي بيتقال فاهم قصدي؟ يعني لا لا هو اللي اتقال ان المجلس اغلب المديونيه ديت في المجلس او لجنه كابتن حسين لبيب. تمام خلاص انا كنت امين صندوق او مدير مالي. تمام لا حضرتك ما تشوف الكلام ده مش مظبوط. احنا جينا لقينا المديونيه حوالي 60 مليون اغلبها كانت من مجلس قبل كده. تمام ويمكن بعضها من لجنه المستشار عماد. تمام خلاص اللي كانت قبلينا. اوكي احنا جينا كانت المديونيه كبيره. ومع ذلك احنا جدولنا احنا كنا ممكن نقول هنقضي 6 شهور وكمان مش مؤيدين حد جديد فيعني ما عندناش يعني التزامات كتير التزامات برضه مع الاتحاد لكن ما هيش التزامات كبيره وما نسددش حاجه احنا ما عملناش كده احنا سددنا 13 مليون و300 بقول لك بالارقام بالظبط. تمام خلاص فاحنا عملنا اللي علينا والباقي الجدول بالظبط. اه نفس الحكايه الاخر برضه الاسبوع اللي فات قال لك امام عاشور سبب عدم قيده والمشكله اللي معاه ان لجنه حسين لبيب ما قيدتهوش. لا حضرتك لا لجنه حسين لبيب عملت عقد جديد لكابتن امام عاشور لاعب كويس متميز صغير في السن عملنا له كان بيشتغل ب 2 مليون عملنا له في حدود 10 بس بعد خصم الضرايب والحاجات دي بتصفى لحوالي 7 وشويه. تمام خلاص لماذا لم يوثق عقد امام عاشور يا فندم؟ أقول لحضرتك إحنا عملنا العقد مع كابتن إمام عاشور في 17 نوفمبر قبل ما نمشي بخمس أيام. تمام. وما لحقناش طبعًا لأنه كمان الاتحاد عايز بقى فلوس كمان دفعة كمان. خلاص؟ فإحنا قلنا والله ده فاضل يوم 22 إحنا ماشيين. اللي يجي المجلس وسلمنا العقد حضرتك عشان برضه بيتقال كذبًا إن العقد ما تسلمش ومش موجود في نادي الزمالك. تمام. لا شوف حضرتك اللي بيقول كده يشوف مين اللي ضيعه. لكن سلمتوا العقد. جميع العقود يا باشا اتسلمت ما ينفعش ما يستلمش، يا بيه لو ما كانش استلمه معلش انا اسف يعني كنا في سنه ونص. هو دلوقتي العقد ما تمش استلامه؟ فبص حضرتك يعني انا اعتقد يعني ان الاكاذيب مالهاش رجلين واذا كان حد بيصدقه او بيصدق اللي بيتقال بكره مش هيصدقه واحنا عوضنا على الله حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص احنا بنرد على كل نقطه. امام عاشور احنا قبل ما نمشي باربع ايام اربع ليالي خمس ايام بالعدد وكان وعلى المهله 30 يوم يعني كان فاضل 25 يوم ما تقيدش ليه في ال 25 يوم. تمام كنت رحت الاتحاد وسجلته نمره واحد نمره اثنين عشان برضه مبين الاكاذيب في فيديو حضرتك موجود على اليوتيوب طلع محادثه ابراهيم كابتن امير مع كابتن ابراهيم فايق قال له ايه؟ ايوه دوس على اليوتيوب تلاقي اكيد شفته او الناس كلها شافته اكيد قال لك احنا كان في شويه كده غلطات في بعض العقود والحمد لله لحقنا عقد امام عاشور قبل ما ايه؟ قبل ما يتوثق. تمام اهو ده اعتراف هو واضح وصريح ان هو عنده العقد وخده يعني العقد تم الاطلاع عليه من قبل المجلس الحالي ويعني بيتفاخر بانه لحقه صح عشان في غلطات ايه اللي فيها ولا فيها غلطات ولا فيها اي حاجه ولا فيها اي شروط خاصه عقد ستاندر زي الفل خلاص وكان في صالح النادي ولصالح اللعيب في نفس الوقت. ادي حضرتك عشان اللقطه عشان هو اللي يقعد معاه ويجدد ويقول انا اللي جددت معاه قعد مأخره لغايه ما الشهر اللي فات الورث طبعا بعد كده قال انا عايز بقى مش 7 ولا 8 خلاص بقى ما هو كمان لعب سنه ادى بشكل كويس فبالتالي طلب اكيد رقم اكبر طبعا وبعدين جاله عقد الاحتراف. هي دي القصه حضرتك هي دي القصه انا بس احنا بنرد بس على النقط اللي بتتقال عننا ومره واثنين واعاده وزياده واعاده وزياده كل يوم يقعد يتكلم في هذا الموضوع احنا بس بنرد على النقط دي هو يبطل يعني انا اسف يعني يبطل افتراءات واحنا مش هنتكلم خالص وربنا يوفقه يا رب يوفقه. انتوا في كل الاحوال عايزين نادي الزمالك يبقى افضل وضعيه ممكنه ومسانده طبعا يا رب يكمل
ال4 سنين بتوعه، يا رب يوفقه. طب بالمناسبه ويهديه. بالمناسبه يا استاذ طارق، كيف ترى يعني اهتزاز مستوى الزمالك على مدار الفتره الماضيه في مختلف الالعاب الرياضيه؟ فهل شايف ان دي ليها اسباب محدده من وجهه نظرك، ولا زي ما مثلا ما بيقول رئيس نادي الزمالك السحر والشعوذه والخطيب والكلام من ده؟ يعني وجهه نظر حضرتك ايه؟ والله اغلب الالعاب طبعا ما كانتش كلها طبعا، يعني في تحفظات كتيره جدا على ادائها. الاسباب ايه؟ انا حقيقة مش جوه النادي عشان يعني اعرف الاسباب، ما اقعدش ولا بقعد مع لعيبه ولا بقعد مع اداريين، فانا ما اعرفش يعني. انا ما اعرفش بالظبط السبب بالظبط. يعني المبررات دي مقنعه بالنسبه لك ولا مش مقنعه؟ لا طبعا يا فندم، لا طبعا مش مقنعه. تمام. لا طبعا في اداء اداري، في اداء اداري وقيادي. التركيز في اشياء اخرى. يا بيه بص، اللي موجودين ممكن فيهم ناس كويسه اكيد خلاص، بغض النظر عن الرئيس او الاعضاء، لكن المشكله في عدم التركيز. المشكله في ان انت النهارده يعني انا اشوف ان الفشل ليه جه واعترف بيه واصلحه بالظبط، مش ده اقعد ارمي ادعاءات وارمي افتراءات على الناس. ده حتى الرموز ما يعني الرموز القديمه والجديده اتبهدلوا. يعني حازم امام، كابتن حازم امام، حازم امام ده يعني العالم كله يعرفه، مصر طبعا كلها تعرفه، قيمه كبيره، قيمه كبيره، العرب كلهم يعرفوه اكيد، قيمه كبيره فنيا واداريا طبعا، وكل حاجه. خلاص بغض النظر بقى يعني عن اي تحفظات ممكن تكون عليه، لا هو نجم محبوب جدا جدا عند كل الجماهير بمختلف انتماءاتهم، ممكن تختلف معاه اداريا عادي، لكن في ممكن نفس الوقت قيمه ممكن كبيره. ممكن انا شخصيا عندي تحفظات طبعًا عليه في بعض الامور طبعا خلاص، لكن في الاخر لا ننكر تاريخه وانه رمز ابن ناس، راجل محترم. ما ينفعش طبعًا كل يوم نقعد نغلط فيه، مؤكد. ورموز اخرى بقى، انا بس بدي مثال يعني. فانا حضرتك ده اللي انا معترضين عليه على الاداء ده. لكن انا والله انا ولا عايز ادخل النادي ولا عايز ابقى اترشح. ايوه. واغلب على فكره اللجنه كده خلاص. كل الحكايه احنا عايزين النادي ينجح، النادي يبقى كويس. وارجوك هذا المدعو خلاص يبعد عننا وخلاص. يعني يبعد عننا ويشتغل. تمام. هو لو اشتغل وركز يمكن ربنا يوفقه وربنا يهديه، بس دي كل القصه. ربنا يهدي الجميع. استاذ طارق انا بشكرك شكرا جزيلا. استاذ طبعا طارق جبريل المدير المالي السابق لنادي الزمالك، وتعقيب على ما اثير على مدار الساعات الماضيه بتسبب اللجنه السابقه اللي كانت بتدير نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب في الديون الكبيره اللي على نادي الزمالك، والرد اعتقد كان واضح. ولو تاني يا جماعه هنعيد، لو اي حد مسؤول حالي في نادي الزمالك حابب يخش معانا مداخله ويوضح اي شيء، احنا تحت امره مفيش اي مشكله خالص. طب خلينا نروح لمداخله اخرى مهمه جدا مع الكابتن الكبير كابتن حسين السيد عضو لجنه الكابتن حسين لبيب السابقه في اداره نادي الزمالك. يا كابتن حسين مساء الخير. الكل كابتن امير ازيك؟ اخبارك ايه؟ والله الحمد لله. مصدعينك احنا مداخلات كل شويه. لا والله انا بقيت مكسوف يعني، انا حاسس ان انا بقيت تقيل على الناس انها تقعد كل شويه تسمعني. لا بس هو ضروري فعلا تواجد حضراتكم معانا، لان اكيد جمهور الزمالك لازم يعرف الحقائق. يعني طبعا بيسمع كلام من ناحيه، ممكن الناحيه الثانيه يكون ليها رد اخر، فلازم توضح الامور. وفي الاخر جمهور الزمالك له الحق الكامل في الحكم من وجهه نظره طبقا لمتابعته الاحداث وبعد سرد كل الحقائق امامه. ثاني، الاتهامات بتتكرر، عايز اخد تعقيب من حضرتك على الاتهامات الاخيره من قبل مسؤولي نادي الزمالك بخصوص اللجنه. هتديني كام دقيقه النهارده بقى يا امير؟ تحت امرك مفيش اي مشكله. برنامجك اسمح لي في الاول بس اتقدم بالتهنئه للنادي الاهلي وجماهيره بالفوز النهارده وتاهله للدور نصف النهائي وبالتوفيق وكل التوفيق ان شاء الله في المباراه. حاجه ايجابيه جدا في الحقيقه، حاجه ايجابيه جدا لما يكون نجم كبير من نادي الزمالك وواحد كان مسؤول سابق في نادي الزمالك بيقدم التهنئه للنادي الاهلي، دي حاجه ايجابيه بقالنا فتره ما بنشوفهاش في الحقيقه. احنا بنتمنى دايما دي يكون العرف السائد في الوسط طبعا الرياضي. يا ريت طبعا. نخش في موضوعنا طبعا. طبعا انا يعني سمعت جزء كده من الكابتن طارق كان معاك، حابب اوضح بس جزء كويس اللي هو مديونيه اتحاد الكوره اللي الناس بتتكلم عليها اللي هي وصلت ل 59 او 60 مليون جنيه. دي بتنشا عن ايه يا كابتن امير؟ أيوة. بتنشا عن ثلاث حاجات صغيرين جدا. اتفضل. قيد وتوثيق وتسجيل عقود اللعيبه اللي هي عباره عن ثلاث حاجات، معلش انا بتكلم بالتفاصيل لان دي كانت احد مهام ملف كره القدم ويعني شغلتي، فانا عارف شويه تفاصيل كتيره قوي جواها. اتفضل. حاجه اسمها رسوم تسجيل دي 3% بيحصلها اتحاد الكوره، زائد القيمه المضافه اللي كلنا عارفينها اللي هي 14%، زائد رسوم تنميه ودي كانت جديده، حاجه جديده او كانت ضريبه فرضت جديده. ودي بتتراوح تدريجيا بين قيمه عقد اللاعب، يعني اللي بياخد مليون غير اللي بياخد
5 غير اللي بياخد 10 غير اللي بياخد 15 بتتصاعد، حد ادنى 3% وحد اقصى 10%. يعني احنا لو خدنا متوسط، معلش هتتعب معايا شويه في الارقام، ماشي. 8% هنضيفهم على 14% على 3%، يعني مجموع الضرائب كده تقريبا 25%. انا لما استلم نادي حضرتك مديونيته 60 مليون جنيه بدون الدخول في التفاصيل بقى الارقام اللي الثانيه بتتقال، لان انا معايا بس في مكتبي وجواب من اتحاد الكوره تاني يوم ما مسكنا او في الاسبوع. مديونيه النادي يا فندم كان 60 مليون جنيه، 60 بالظبط بالظبط 59 مليون جنيه. عشان اصل ما قيل ما قيل ان المديونيه في التوقيت ده وصلت لحوالي 250 مليون جنيه. لا سوري، مديونيه اتحاد الكوره انا بقول استلام. سوري، كان مديونيه اتحاد الكوره. اتحاد الكوره اللي عند نادي الزمالك 59 مليون جنيه. تمام. الرقم ده يا كابتن امير عشان يبقى ده 25%، فانت محتاج حضرتك بحسبه بسيطه جدا 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 كده لازم يكون اجمالي العقود اللي انت عملتها، ركز معايا، عشان يبقى ضرايبها يبقى ضرايبها 59 مليون، يبقى انت لازم تكون عملت عقود ب 240 مليون جنيه. يعني حضرتك برضو باختصار تاني، اللعيبه اللي لجنتنا عملتها ووثقتها زي لجنه اللواء عماد عبد العزيز المحترمه اللي عملتها، لازم تكون لعيبه بكام قيمه عقودهم؟ ب 240 مليون جنيه. انا عايز حد بقى عاقل كده يقدر يقول لي ال 240 مليون اللعيبه اللي احنا تعاقدنا معاهم 240 دول يجي ازاي؟ احنا جددنا او لثلاث لاربع لعيبه، الونش وزيزو والجزيري، وطبعا ما كانش يتوثق امام عاشور، وما كانش يتوثق عبد الله جمعه، فهنشيل دول على جنب من الحسبه. فاحنا وثقنا دول ودفعنا فلوسهم واتوثقوا، فدول تقريبا يعملوا 4 مليون جنيه. واللي هو عماد تقريبا برضو على ما اتذكر كان قايد لعيب او اتنين يعمل له مثلا بتاع مليون جنيه، فقعد نتكلم 4 1 5 مليون. احنا سددنا في الفتره بتاعتنا دي بال 14 مليون او 13 وشويه ونص على ما اتذكر. فيعني احنا 13 300 زي ما قال الاستاذ طارق جبريل، زي ما الكابتن طارق تمام قال. هو طبعا الحته الماليه دي بتاعته طبعا هو اكيد اوير بيها. فاحنا كده تقريبا خفضنا المديونيه اللي كانت على النادي من 59، هتشيل منهم اللي احنا سددناه، يبقى تقريبا ال 59 بقوا 50 مليون. تمام، حلو كده. حلو، تكمله برضو بقى خلصنا كده بقى من الارقام عشان احنا صدعنا الناس بالارقام. بس يعني ايه، بنحاول نذكر الناس طالما في غيرنا بيقول غير حقيقي. نيجي بقى تكمله لموضوع المديونيه. انا بقى في الفتره دي طبعا كنا شغالين على موضوع الرسوم التنميه، لما جت كان كل اللعيبه مشتاقه منها، ويعني عملت ايه، عملت قلق شويه في بعض عقود اللعيبه، لان كانت نسبه كبيره بيني وبينك وكانت جديده، وكان عندنا عقود اوريدي اتعملت وما كانش محطوط فيها الحزب النسبه دي. فلما اتطبقت طبعا، واحنا لازم نطبق قانون وما نقدرش نتجاوزه، فاللعيبه طبعا لما تيجي تخصم من عقده 10% فهو او 5% على حسب مبلغه او على حسب قيمه عقده ايا كان الرقم، فبيتسبب له ازمه. فاحنا ابتدينا نراسل مصلحه الضرايب والشؤون القانونيه. جالي في يوم من الايام الاستاذ فوزي العريان ربنا يمسيه بالخير، وجالي جواب بموافقه او مش بموافقه، بعدم احقيه اتحاد الكوره. على فكره الضرايب دي اتحاد الكوره بيحصلها، مش بيحصلها لنفسه برضه عشان الناس تبقى واضحه. ايوه، 3% دي رسوم التسجيل، وال 14% بتاعت القيمه المضافه ورسوم التنميه. رسوم التسجيل بس هو اللي بياخدها كاتحاد كوره، انما الحاجات الثانيه دي تتحصل لصالح الدوله. جالي الاستاذ فوزي العين زي ما قلنا كده، وكان في جواب جالنا من مصلحه الضرايب بعدم احقيه اتحاد الكوره في تحصيل رسوم التنميه بس. من قيمه الايه، عقد اللاعب. وانا رحت بقى بالجواب دوت بصورته طبعا لاتحاد الكره مرتين على فكره مع المدير المالي بتاع النادي، بحيث ان احنا نسوي المديونيه. المديونيه دي تخيل حضرتك انا لما حسبتها كنا هنوفر كمان نسبه رسوم التنميه بس تخفيض بمبلغ تقريبا 22 مليون جنيه. بس طبعا انت عارف بقى الاجراءات الحكوميه والروتين، عشان تروح رحنا لاتحاد الكوره قال لنا طب جميل تمام، بس الجواب ده موجه من مصلحه الضرايب لنادي الزمالك، بعد اذنكم عايزين بقى جواب بس يكون اصل ويكون موجه من مصلحه الضرايب لاتحاد الكوره. رحنا سالنا لمصلحه الضرايب عشان يجيبوا جواب موجه لاتحاد الكوره، قالوا لنا طيب معلش، ما هو لازم عشان انا ارد على جهه لازم الجهه دي تبعت لي. صح،
ده توضيح مهم في الحقيقه. دي يعني بس انا يعني يعني احنا كنا شغالين ومش كنا ساكتين، عشان انا بتكلم في توفير 22 مليون جنيه وانا عليا 50 مليون، فانا بتكلم في نص مبلغ تقريبا هخفضه لطارق نادي الزمالك. طب كابتن، كابتن حسين، عايز اخد رايك في وجهه نظرك، مين هو المتسبب فيما حدث في ازمه القيد الخاصه بثلاثي نادي الزمالك الجديد؟ لا بص، أزمة القيد دي يعني مش يعني أطراف كتيرة، إنما هحصرها هحصرها بص بص هحصرها بين اتحاد الكرة، لأن هي ما تخصش غير اتحاد الكرة ونادي الزمالك. تمام. نادي اتحاد الكرة عمل جزء وشاكرا قال لك من شهر أنا عايز ألم فلوس، لأن هو برضه مديون للبلد كل فلوس زي ما قلنا بيحصلها نيابة عن الأندية ويوردها للمصالح الضرايب. فنادي الزمالك ارتكن، ومش عايز اقول مش عايز اقول كلمه اهمل دي، يعني هو لا هو هو تخيل ده تخيل، هو تاخر تاخر. لا بص، انا عايز تفسيري اللي ممكن يكون صح وممكن يكون غلط، اللي هو ايه، اعتمد على ان انا هزمه اتحاد الكره في اخر ثانيه، فمش يقدر يقول لي لا، ده تفسيري انا كحسين السيد. ده يعني دي الحته، فما فيش عايز مش عارف اقول مين الغلط، انما يعني الناس تفسرها بقى زي ما هي عايزه. اتحاد الكره بعت لي من شهر وانا قلت لا انا هستنى، لان انا معيش فلوس وهاجي في اخر الوقت اقوم زنق وادي له شيكات اللي هي ما بتصرفش. تمام. اكمل لحضرتك بس معلش عشان في نقطه مهمه. اتفضل. بعد ما قلنا موضوع خلاص خلصنا من المديونيه بتاعه الضرايب واتحاد الكوره، فطبعا ما كانش الوقت طبعا يسعفنا، كنا المفروض نكمل. واتمنى ان تكون الاداره الماليه في النادي ومع الشؤون القانونيه ان هم يكونوا ساعوا في الموضوع دوت، لان انا بتكلم يا جماعه في رسوم تنميه المفروض تتشال من على النادي اللي موجودين في حسابي في اتحاد الكوره تقريبا حوالي 22 مليون جنيه. انا بس عايز اقول معلش فاضل لي دقيقتين اتفضل للتذكره، للتذكره بس، احنا لما جينا مشينا من النادي عملنا مؤتمر صحفي ووضحنا فيه كل الحقائق لما انتهت مده المجلس، وقلنا لازم نعمل حاجه كده اسمها كشف حساب نذكر الناس بس، مش عايز اقول انجازات نادي اللجنه او بالشغل اللي عملتوه، يعني بالشغل اللي عملناه من ضمن الحاجات اللي عملناها للتذكره برضو كده وعلى السريع. تمام. بالنسبه لملف اللعيبه، احنا عرضنا واحد اسمه اسامه فيصل ب 4 مليون جنيه لموسم واحد من البنك الاهلي. اسامه فيصل ده هداف المنتخب الاولمبي، لو كلنا بنتفرج وبنتابع كلنا شايفينه عامل ايه مع المنتخب الاولمبي. ده اتعرضنا لموسم واحد ب 4 مليون جنيه. في اثنين لعيبه معلش انا اسف طبعا مع احترامي الكامل للعيبه من ابناء نادي الزمالك، بس ما كانش حد يعرف اساميهم حتى، وممكن لغايه دلوقتي ما حدش يسمع عنهم، الكابتن ياسين مرعي والكابتن احمد محمود. دول دول واحد مواليد 2001 واحد 2003، دول ما كانوش حتى بيتمرنوا مع الدرجه الاولى او بيلعبوا مع الدرجه الاولى. نجحنا في ان احنا نعيرهم لفاركو ب 2 مليون جنيه للاعب في السنه. تمام. ده احد الايه الحاجات بس كده. يعني في لعيب اللي هو محمد عبد السلام اللي هو اعرناه للاتحاد بمليون و750 الف جنيه اللي تم الاستغناء عنه دلوقتي ببلاش. وانا مش عارف برضو، وخاصه المركز اللي بيلعب بيه محمد عبد السلام. طبعا. ازاي ده بيلعب مساك، وانا المركز ده عندي كل الناس وكل مصر شايفه ان انا محتاج حد زي كده، بالاضافه ان انا ازاي ما ايدوش او ما وصلت معاه لاتفاق ايا كانت المبررات او الكلام ده كله، وبرده اقوم رايح اعمل اعاره لمحمود علاء برضو المركز ده. اخر حاجه اتفضل بخرج من هنا عشان اسال سؤال بس اتفضل، ويا ريت الاقي فيه اجابه واضحه زي ما احنا طلعنا كده في المؤتمر ووضحنا بالحقائق لكل الناس وجماهير الزمالك كلها احنا عملنا ايه وما عملناش ايه. حد يجاوبني، اسامه فيصل عقد اعارته بكام والمدة قد ايه؟ والنقطة الأخيرة وأنا آسف للإطالة، عقد احتراف مصطفى محمد اللي عملته لجنة اللواء عماد عبد العزيز اللي كل الناس هاجت عليه ساعتها وقالوا لي ازاي انت بتعمل عقد مش عارف ب 2 مليون دولار إعارة وبعدين إعادة بيع ب 4 مليون دولار وبعدين مش عارف في بينفيتس كمان هتاخدها لو الراجل ده خد مركز متقدم او اشترك في في الشامبيونز ليج او الكلام ده كله. عايز اجابه على الحته ده، لما ده عقد مصطفى محمد يبقى اهدار للمال العام، امال عقد امام عاشور يبقى اسمه ايه بالظبط؟ انا خلصت يا كابتن. تمام. انا بشكر
اشكرك شكرا جزيلا كابتن حسين السيد، تشرفنا بمداخلتك معنا، عضو اللجنه السابقه لاداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب، واعتقد وضح امور كثيره جدا، وحق الرد مكفول طبعا لمسؤولي نادي الزمالك الحاليين. سريعا، فتوح نفى انباء مفاوضاته مع النادي الاهلي، وده في حقيقه يا جماعه مفيش اي مفاوضات ما بين فتوح والنادي الاهلي، واللاعب متمسك جدا باستمرار داخل نادي الزمالك. فيريرا النهارده رجع لتدريبات نادي الزمالك وقادها استعدادا لمواجهه فاركو المقبله، الونش بيقترب من العوده لصفوف نادي الزمالك، وجلسه ما بين امير مرتضى المشرف العام على الكره مع فيريرا والجهاز المعاون للحديث عن المرحله الهامه جدا المقبله. عندي قصه الفار قصه مهمه جدا، بس هنناقشها مع ضيوفي الاعزاء في الفقره المقبله. عفوا، هيشرفنا وينورنا في الفقره الحواريه والتحليليه بعد فوز الاهلي النهارده على سياتل ساوندرز الكابتن الكبير كابتن رمضان السيد، الكابتن الكبير كابتن ابراهيم سعيد، والناقد الصحفي الكبير الكابتن احمد سعيد. بعد الفاصل استنونا، وحديث شيق ومهم جدا جدا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، فقره حواريه وتحليليه مهمه جدا جدا في بلاس 90، بالتحديد بعد فوز الاهلي النهارده على سياتل ساوندرز وتاهله لنصف نهائي كاس العالم عشان يقابل مين؟ ها، يقابل مين؟ ريال مدريد. اسم تحس الجمله كده تقيله يا جماعه، حاجه تاريخيه برضه. خلينا نرحب بضيوفي الاعزاء، الكابتن الكبير كابتن رمضان السيد. كابتن رمضان اهلا بيك والف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا امير، ببارك لك كتير قوي، خلي بالك في البرنامج ده. ما شاء الله ما شاء الله، من ساعه ما جينا نبارك لبعض، يعني ربنا يديمها يا رب. ان شاء الله. كابتن ابراهيم منورنا ومشرفنا والف مليون مبروك. حبيبي حبيبي امير طبعا، وشرف ليا، وطبعا كابتن رمضان السيد والاستاذ احمد سعيد. اهلا بيك كابتن ابراهيم. يا استاذ احمد سعيد منورنا ومشرفنا ومبروك. مبروك دي كتير، الحمد لله برنامجنا وشه حلو يعني. ان شاء الله باذن الله نبارك لبعض يوم الاربعاء برضه، ان شاء الله نبقى مع بعض ونبارك لبعض ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ممثل الكره المصريه النادي الاهلي. بس في نفس الوقت يا جماعه، طب الكابتن محمد صلاح الكابتن وائل الاباني، يعني البرنامج وشه حلو وحش عليهم ولا ايه؟ لا لا لا، هيلعبوا فرق هو ياخدوا مشاكل لغايه ما نلعب احنا. الزمالك ابتدى يفوز برضه على فيوتشر المباراه الاخيره، ودي حاجه ايجابيه بالنسبه لهم طبعا، بالنسبه للكابتن صلاح، بالنسبه للكابتن وائل الاباني طبعا، ضيوفنا الاعزاء والاضافه الكبيره دي بلس 90. خلينا نبتدي بالكابتن رمضان السيد والفوز النهارده بالنسبه للنادي الاهلي. فوز كان صعب جدا، سيناريو المباراه كمان كان يعني صعب شويه في الشوط الاول بالتحديد. كيف ترى هذه المباراه ورايك في فوز النادي الاهلي والاسباب الفوز بالتحديد بالنسبه للفرقه؟ طيب، اولا يعني يمكن عاوز ابدا بس بحاجه مهمه جدا. اتفضل. يعني الناس، في ناس كتير جدا، الناس اللي هم الطيبين، الناس اللي هم الاخلاق، الناس ربنا هو اللي بيدافع عنهم. ايوه، يعني ربنا هو اللي بيدافع عنهم، هم مش محتاجين يدافعوا عن نفسهم. انا بتكلم الكلام ده للكابتن محمود الخطيب. تمام. الراجل ده يعني اعتقد ان شاف في خلال سنه ونص او سنتين يعني ابشع حاجه ممكن يتحملها بني ادم الحقيقه. لا هو رد، ولا حتى النادي الاهلي بيرد، ولا اي حد بيرد، يمكن اللي بالرد بيبقى في المحاكم. لكن انا بقول ان الكابتن محمود الخطيب من الناس اللي ربنا بيدافع عنه، بدليل نتيجة النهاردة ونتيجة المباراة اللي فاتت. مباراة النهاردة الحقيقة طبعا احنا بنبارك طبعا لكابتن محمود الخطيب في كل الاحوال، طبعا اسم كبير واسطوره كبيره جدا ورمز من رموز الكره المصريه، واحنا كلنا ضد اهانه اي رمز من رموز الكره المصريه، سواء كابتن محمود الخطيب، الكابتن حازم امام النجم الكبير في نادي الزمالك، اي اسم شرف مصر وحقق انجازات وبطولات والقاب، احنا دايما دايما ضد اهانته ايا كان هو انتمائه ايه يعني. فلما تيجي تتكلم على رموز كبيره جدا زي كابتن محمود الخطيب، ده حاجه كبيره قوي. الكابتن حازم امام حاجه كبيره جدا، الكابتن عماد متعب حاجه كبيره جدا، فدي جزئيه مهمه برده. انا خلي بالك في الحلقه اللي فاتت قلنا على حازم امام، طبعا طبعا قلنا ان احنا ما نرضاش ان برضك حازم امام من اساطير كره القدم. الكابتن محمود الخطيب ولا اخلاق الكابتن حازم امام؟ مفيش. ولا عماد متعب، ولا عماد متعب عمره ما غلط في حد. طبعا. عمره ما غلط في حد. الكابتن محمود الخطيب عمره ما غلط في حد. حازم امام عمره ما غلط في حد، عمره ما بيطلع العيبه. فانا بقول ان طبعا بنبارك طبعا لمجلس الاداره، كابتن محمود الخطيب، بنبارك طبعا لجمهور النادي الاهلي العظيم، جمهور الكره المصريه طبعا كمان، طبعا وجماهير الكره المصريه الحقيقه. بنبارك للجهاز الفني واللاعبين، قدوا مباراه طبعا بمستوى الحقيقه. كولر الحقيقه كنا بنتكلم نقول ايه ده، كولر في مبارياته بيلعب الشوط الاولاني ما بيبقاش اللعيبه في حالتها، وبعد كده الشوط الثاني بتلاقي شكل ثاني خالص. خلي بالك دي تحسب لكولر، تحسبش عليه طبعا. لانك انت ان هو كان صبر في الشوط الاول، صح ولا صبر؟ دي حاجه، صبر دي حاجه، ودي حاجه مهمه. لكن اداره ال 90 دقيقه، كولر في كل مبارياته في ادارته لل 90 دقيقه لا عامل تفوق على اي حد، عمل تفوق. وبعدين ايه ده، فرق اللي هي الكبيره كمان في المسابقه المحليه، في كل الفرق الكبيره كولر تفوق عليهم. مباراه النهارده هو ما حبش يجازف الحقيقه، لا هو حب يامن
ويمكن كان في معلومه كانت جايه له يمكن ان هم الفرقه دي ما بتمرنش بقى لهم حوالي 4 شهور لسه لاعبين ماتشين مباريات وديه في خلال الفتره اللي فاتت اسبوعين او حاجه، فهو يمكن اجل حته الضغط وحته ان انا هعمل كثافه هجوميه للشوط الثاني. وفعلا يعني طبعا نجح طبعا نجح بشكل كبير. كابتن ابراهيم المباراه كانت صعبه في كل الاحوال، لكن هل بتشوف ان كولر كان ذكي جدا في تعامله مع المباراه وتقسيمها حتى لو كانت فيها نوع من انواع المجازفه، انك تصبر في الشوط الاول سايب الكوره لفرقه سياتل؟ الناس حتى بتتفرج على الشوط الاول جمهور الاهلي ما كانش راضي لحد كبير يعني باداء الفرقه، لكن واضح ان هو كان يعني عايز يلعب على العامل البدني ويستهلكهم بدنيا عشان الشوط الثاني نشوفه بالشكل اللي احنا شفناه. هل بتتفق مع الاتجاه ده؟ بس طبعا مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. يمكن انا مبسوط ان اخر حلقتين معاك طبعا مع كابتن رمضان وكابتن استاذ احمد النهارده اول يجي اول مره نتكلم في كوره محمد صراحه اول مره نتكلم كوره الحمد لله. لو الحلقه فاتت اتكلمنا كوره برضه انا بتكلم يعني الفتره الاخيره دي بنتكلم كوره، ما بنتكلمش على احداث بقى ولا مشاكل ولا وده اللي نفسنا فيه دايما بصراحه. بصراحه مفتقدين الاجواء دي بقى لنا فتره كبيره قوي. يعني طبعا النادي الاهلي رجعنا تاني ورجعنا تاني الاجواء، رجع تاني الناس تتابع المباريات رغم النهارده يمكن الاذاعه ما كانتش بشكل كبير، بس كانت الناس بتحاول على قد ما تقدر تتابع المباراه، فدي اجواء احنا مفتقدينها بقى لنا سنين بصراحه. فوز معنوي، فوز هيفرق بشكل كبير جدا للكره المصريه. ابتدى النادي الاهلي عدل الكفه المشاكل اللي حصلت في الفتره الاخيره، التقليل من الرموز، تقليل من الكره المصريه. النادي الاهلي النهارده بالاجواء المباراتين الفوز الحقيقي المستحق رجع الكره المصريه تاني لمجراها الطبيعي، للاجواء الطبيعيه، لان الناس تتكلم عليك سواء صحف عربيه صحف عالميه انا بتكلم يعني الحته اللي احنا كنا مفتقدينها دلوقتي. انت هتلاعب ريال مدريد ما شاء الله الاجواء هتلاقيها مختلفه، هتلاقي كل الصحف العالميه بتتابع، الانظار كلها هتتجه على مباراه النادي الاهلي وريال مدريد. فده دي من ضمن المكاسب طبعا اللي النادي الاهلي عملها، وبشكرهم وبشكر اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني واللعيبه بصراحه نفذوا المطلوب منهم بشكل يليق باسم النادي الاهلي. انا بختلف في حته شويه على الاداء. انت شايف الاداء مش حلو؟ لا بختلف في حته الاداء المباريات دي مش عايزه اداء. ليه بقى؟ اولا انت بتلعب فرقتين مجهولين. مجهولين ومدارس مختلفة، ما تعرفش طريقة لعبهم عاملة ازاي، معظمهم يقول لك دي فرقة ضعيفة. في الأول والآخر هي مباراة مباراتين اتحسبوا في تاريخ النادي الأهلي وفي بطولة كأس العالم للأندية، فأنا الحتة الأداء نخليها بعيد شوية، لأنك أنت المكاسب دي بتعود أولا مكاسب ناحية إعلامية، مكاسب زي ما كابتن رمضان كان بيتكلم على الهجوم اللي حصل على النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي وعلى رموز النادي الأهلي، ابتدت الأجواء ترجع تاني لمجراها الطبيعي عن طريق أداء الفوز. فالفوز ده بالنسبة لي بعيد عن الأداء فوز مربح جدا للجميع. رجعنا تاني للكرة المصرية بشكل محترم، بشكل يليق باسم الكرة المصرية، وده اللي احنا متعودين عليه سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر. وفي الفترة الأخيرة كانت في بعض المشاكل هي دي اللي أثرت. الأداء أنا شايف إن اللعيبة ما شاء الله في آخر مباراتين أدوا المطلوب. اللعيب حتى اللي عجبني كنت لسه بتكلم مع كابتن رمضان في النقطة دي، إن اللعيب اللي قاعد بره مركز. دي جزئية مهمة قوي، دي جزئية مهمة قوي. يعني أنت ممكن تبقى قاعد بره بس نازل تنزل مش هتضيف حاجة، لكن أنت لو مركز هتضيف. ده حسين الشحات المباراة اللي فاتت تألق ما لعبش النهاردة. نجم المباراة. صح. فأنا برضو بحترم مستر كولر بصراحة في النقطة دي، إن هو دي حاجة تحسب له صح؟ طبعًا، إن هو يعني عامل منافسة داخل الفريق ومهيأ كل اللعيبة كابتن، إن حتى اللعيب اللي هو قاعد احتياطي واللي بعيد خالص نزل ادى المطلوب وبيضيف للنادي بيضيف للفرقه وبيضيف للنادي الاهلي. تمام. فدي حاجه تحسب له، وهو من المدربين الكويسين زي ما كابتن رمضان قال ان هو فعلا بيقرا الملعب كويس. تمام. ممكن على فكره في بدايه المباراه اللي فاتت والمباراه دي كان ممكن بسبب الظروف الضغط الاعلامي والمشاركه كان ممكن يرتبك، هو اهدى اعصابا تعمل بيعرف يقرا الملعب. تمام. فدي مكاسب. نبعد بقى الاداء شويه، كفايه الفرحه اللي احنا يعني خلونا نفرح. صح طبعا. الاداء بقى اللي جاي من هنا كل الشعب. والله كفر والله بجد. المباراه اللي جايه طبعا ان شاء الله النادي الاهلي ربنا يوفقه وماشي. هنتكلم عنها، هديك راحتك في ماتش ريال مدريد. وانت واحد اقول لك بصراحه انا فرحان بالاجواء دي. فرحان بالناس لما بتقابلك كده وانت داخل من البوابه والناس في الشارع، الناس مبسوطه. الناس بقى لها فتره كبيره جدا ما بتتكلمش في كوره ومفيش فرحه في الكوره المصريه. النادي الاهلي
عوض الفرح اللي احنا مفتقدينه على في الفتره الاخيره دي. دي جزئيه مهمه وهنروح لماتش ريال مدريد طبعا لازم هنتكلم عنه بتفاصيل كتيره جدا، بس خليني اسال الاستاذ احمد سعيد عن المباراه ورايك فيها واسباب تفوق النادي الاهلي النهارده على سياتل والاداره الفنيه كمان لكولر في مباراه اليوم. خلينا الاول نتفق ان الاهلي هو طاقه نور دايما في الكره المصريه. زي ما بنقول محمد صلاح هو اسم وطاقه نور للكره العالميه مزبوط. ووصل اسم المصريين لمكانه كبيره. النادي الاهلي من اول ما تم نشاته وهو حمل على كاهله الجزء اللي متصل بالعالميه ودايما دايما مشرف في الكره المصريه في هذه الجزئيه. لو جينا نتكلم عن الكره المصريه في اخر 20 سنه انت بتتكلم على ان النادي الاهلي هو الوحيد اللي احرز بطولات افريقيه ما عدا في بطوله طبعا الزمالك حصل عليها للكونفدراليه، لكن باقي البطولات كلها وباقي النهائيات النادي الاهلي حمل على عاتقه تشريف الكره المصريه. النادي الاهلي هو الحاجه الوحيده اللي في الرياضه لغايه دلوقتي واقفه على رجليها، مستحمله كل الضربات وكل الخبطات اللي عماله تحصل. الرياضه المصريه بتتسحب من تحتها البساط سواء في الملاعب، سواء في التنظيم، سواء في الاجواء، سواء في المحترفين، سواء في حاجات كتير جدا جدا، الا النادي الاهلي محافظ لسه على شويه الكيان اللي عنده والقوه اللي عنده في تشريف الكره المصريه في المحافل العالميه. ربنا سبحانه وتعالى النهارده من اول البطوله وانا شايف ان ربنا هيحط التوفيق في اقدام لاعبي النادي الاهلي لان اصلا البطوله جايه للنادي الاهلي من منح التوفيق طبعا. لان النهارده بنشوف الوداد رغم ان هو اللي حصل على بطوله افريقيا الوداد النهارده لكن طبعا النهاردة خسر ضربات جزاء من فريق الهلال المباراه كانت فيها عصبيه كبيره قوي بين فريقين وحالتين طرد هنا وهنا فانت النهارده هيقابل فلامينكو البرازيلي عوض من الله لانك انت ما كانش ينفع تلعب النهائي من مباراه واحده، ما كانش ينفع تلعب النهائي في ملعب في استاد تابع للوداد، ما كانش ينفع كل اللي حصل، ما كانش ينفع انت قصدك على طول دوري ابطال افريقيا يعني ما كانش ينفع واحد من الاتحاد يخب جواب، ما كانش كل اللي حصل ده، لكن في النهايه ربنا سبحانه وتعالى حب يعوض النادي الاهلي ويعوض الكابتن الخطيب اللي زي ما اتفق مع الكابتن رمضان السيد مش سنه ونص بقاله اكتر من 3 سنين بيتشتم وهو مش عارف ليه بيتسب وهو مش عارف فيه ايه خاطب جميع الجهات ومش عارف محدش بيرد عليه ليه 4 سنين عمال يكال له كل الاتهامات والاتهامات بدات تنال من اسرته وتنال مش عارف ايه والموضوع وصل لحد بعيد ربنا حاله التوفيق دي ربنا سبحانه وتعالى النهارده اداها للنادي الاهلي. بالنسبه للجزء الفني طبعا ادي 10 على 10 لمستر كولر. المدرب الذكي جدا والمدرب المدير الفني الناجح جدا اللي يتفرج على المباراه قبل ما يلعبها. اللي هو يعيش جو ال 90 دقيقه بيبقى نازل مخطط للمباراه. حاطط سيناريو عارف كويس قوي انا بلاعب مين ولو لعبته هلاعبه ازاي وعارف قدرات البدنيه اللي عنده كمان بتاعه اللعيبه. اكتر 2 جريوا الماتش اللي فات كان حمدي فتحي وعمرو السوليه وديانج اكتر 3 اللي هو خط النص. النهارده ربنا بس يعني كان مدي القوه لديانج ومع ذلك ما كانش فيه تركيز في الباصات بتاعته. الاثنين التانيين كانوا واعيين بدنيا مش قادرين. فالنهارده هو الراجل لو جه ضغط في اول 45 دقيقه الشوط الثاني هيبقى سلاح مداح. فهو الراجل حافظ على هدوءه حافظ على تركيزه لعب حتى الثلاث لعيبه اللي هو الجزء الامامي غيره يعني هو عنده اعلى قدرات بدنيه في النادي الاهلي القدرات بتاعت خط الوسط البدنيه فجه الجزء اللي فوق راح مغيره علشان يستفيد منه ذهنيا في حاله النزول وكمان عشان هو عنده ثقه في الله وعنده حاطط انه لو لعب ريال مدريد يبقى فيه لسه لعيبه واقفه على رجليها فالنادي الاهلي النهارده مستر كره اجاد جدا جدا في في ادارته للمباراه ال 90 دقيقه في تغييراته كانت ذكيه جدا قفشه نزل في وقت كان الاهلي محتاج يمسك كوره في وسط الملعب لان العمليه كانت بدات تبقى خناقه في نص الملعب فربنا سبحانه وتعالى ادى النادي الاهلي مكافاه كبيره ومش شايف مفيش احلى من مكافاه اللعب مع ريال مدريد طبعا حاجه كبيره قوي طيب هنروح لفاصل قبل الفاصل هطرح عليك سؤال كابتن رمضان وهو بيتعلق هل انت تتفق مع كولر في التغييرات اللي حصلت في الخط الامامي ولا لا لو انت مكانه كنت هتغير التغييرات دي ولا لا هاخد ردك بس بعد الفاصل بسرعه نروح لفاصل نرجع نكمل في البلاس 90 استنى كابتن رمضان هل كنت مع التغييرات الثلاثه في خط هجوم الاهلي من قبل كولر ولا لا طبعا كنت معاه ده بل بالعكس كمان انا كنت نفسي ان هو يزود كمان تحت في وسط الملعب
يغير قناه نص ملعب؟ طبعا ما كانش هتبقى فيها مبالغه شويه دي؟ لا لا ما فيش، لاني هقول لك حاجه انت اعمل كده تقييم وارجع تاني للمباراه الحقيقه. يعني بنتكلم على محمد شريف، محمد شريف شارك مثلا جزء مثلا في المباراه دي، مش حاله محمد شريف اللي لعب بيها المباراه اللي فاتت. تمام. محمد شريف المباراه اللي فاتت مباراه اوكلاند من اكتر اللعيبه اللي في الفرقتين عملوا سرعات طب في تحركه اللي هو كان بيخطف ورا السيرد باكات. أيوة. أيوة. سرعات كبيره جدا جدا. فبالتالي برضك ما كانش هيقدر، هو ادى كهربا وكهربا حالته كويسه. بيرسي تاو وطاهر برضو، حسين الشحات انت راجل المباراه وعامل مجهود، يعني مجهود جبار في مباراه اوكلاند، فطبعا برضو نفس الحكايه كان لازم يريحه. طاهر محمد عبد القادر، عبد القادر الحقيقه برضه نفس الحكايه، يمكن عبد القادر كان الشوط الاولاني ما كانش منتج، لكن الشوط الثاني كان برضك عامل ايه؟ انت قصدك على ماتش النهارده ولا ماتش اللي فات؟ الماتش اللي فات. ماتش اللي فات عمل انت عارف ايه؟ موقف واحد ضد واحد حوالي مثلا 10 مرات. في كوره عدى من كذا واحد لو كان بص الناحيه الثانيه بس. ما هي دي خلي بالك برضك مشكله عبد القادر. عبد القادر يعني من اكتر اللعيبه اللي في مصر بيعرفوا يعملوا الاختراقات بالكوره او من غير كوره، لانه عنده سرعه. لكن اللعبه الفينش واللمسه الاخيره لازم يتمرن عليها بشكل كبير جدا. ودي لو زادت عند احمد عبد القادر هيروح حته ثانيه خالص. هيروح حته ثانيه امكانياته تسمح له. طبعا امكانياته تسمح له. فعشان كده انا بقول انا بتفق الحقيقه مع الحقيقه مستر كولر ان هو عمل التغييرات دي. وهي كمان انت بتتكلم في حمدي فتحي والسولية اللي هم كانوا المباراه اللي فاتت نجوم المباراه، النهارده لا تعبانين، تحس ان هم حتى كميات الجري لا مش هي دي. كابتن ابراهيم انت من اللعيبه اللي لعبت ماتشات كبيره، يعني انت لعبت ماتش روما في 2002 اعتقد. 2002 2001 ما لعبتش ماتش ريال مدريد، كنت لا كنت في انجلترا انا ساعتها. فالماتشات الكبيره اللي زي دي لما كانت على الصعيد الودي اكيد كانت ماتشات مهمه، ما بالك بقى لما يكون ماتش زي ده مع ريال مدريد على الصعيد الرسمي وبطوله كبيره ومحفل عالمي زي كاس العالم للانديه. بتشوف المباراه دي ازاي ومدى اهميتها للاعيبه النادي الاهلي بالتحديد من وجهه نظرك؟ بتصنع تاريخ لنفسك وبتنافسك والاجواء دي انت مش بتعيشها غير مره فين وفين. يعني بص انت لسه بتتكلم على مباراه ريال مدريد وبتتكلم في مباراه وديه وبتتكلم على مباراه اس روما ومباراه وديه. طب تخيل بقى دي مباراه رسميه في كاس العالم للانديه، شوف بقى التاريخ اللي انت بتصنعه لنفسك والتاريخ اللي انت بتصنعه لناديك حتى. حتى اللي فيها ابراهيم يعني شوف فرحه عايز يشارك. والله الاجواء دي ما بتتكررش. يعني في لعيبه مع احترامي لعبت في النادي الاهلي ما لعبتش مثلا قصاد ريال مدريد، ما لعبتش قصاد اس روما. فاللعيبه دي محظوظه ان انت من ضمن الناس الكتيبه اللي هتلعب. هو الجيل الحالي في الحقيقه محظوظ جدا انه لعب ماتشين رسميين مع بايرن ميونخ السنه قبل فاتت في نفس البطوله، والمره دي مع ريال مدريد. خلي بالك نفس الجيل اللي انتقد بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت. في لعيب معلش اللي حط في برشلونه كان مين؟ كان هاني العجيزي حط هاني العجيزي في ماتش ودي مع برشلونه في ويمبلي في انجلترا انا فاكر في معسكر الاهلي. يعني بص انا بتكلم ان المباريات دي التاريخ بيذكرها والجماهير دايما فاكراها. الاهلي كان خسر 4-1 على ما اتذكر ايا كان، بس جبت جون في برشلونه. ايوه ده ماتش ميسي كان موجود في الملعب. انا لحد دلوقتي في الذكرى بتاعت المباراه اس روما بيجي الهدف بتاعي. جبت جون في ماتش دي حقيقه. فانا بتكلم من الاجواء دي بقى، انت بتلعب بطوله ومباراه مهمه وقصاد برضه ريال مدريد. يعني طبعا. بس اولا بتعلي القيمه التسويقيه بالنسبه لك. سواء احرزت هدف او كسبت، فدي بالنسبه لك لما بتأدي اداء كويس بتعلي من الاسم بتاعك، بتعلي من القيمه التسويقيه بتاعتك. ب ب ب بتعمل لك حته جماهيريه وقاعده شعبيه مميزه. يعني الناس دايما بتفتكرها. فهي فرصه ما شاء الله الواحد بيتمنى زي ما الاستاذ احمد قال. انا واحد من الناس بتمنى ان انا العب مباراه قصاد ريال مدريد. طبعا الجيل بتاعنا ابراهيم مصطفى عبده والخطيب وطار الشيخ، الجيل بتاعنا اللي لعبنا كوزموس الامريكي كان معاهم بوكنباور الحقيقه. مباراه برضه كانت من المباريات الجميله جدا. كام ده كانت؟ ده كان سنه 84 او 83. انا جبت جول 3-1. جبت جول ومصطفى عبده جاب جول وطارق الشيخ جاب جول. 3-1 للاهلي. 3-1 للاهلي. وفي تقريبا كابتن الاهلي لعب تقريبا مباريات كتير جدا طبعًا. ضد فرق كبيره جدا. ما هو جيل بيسلم جيل. من الناس اللي بتقلل من الفريق الامريكي النهارده، يعني فريق قوي وسريع ومهاري. كان في مسلسل زمان بتاع الكحيت، فاكره بتاع احمد راتب؟ فاكره يا كابتن؟ كان ظروفه الماديه، كان طالع شحات في المسلسل لما بيتكلم مع الطيارات والصواريخ وعايز
تشتري طياره وصاروخ. فالموضوع صعب جدا يعني. انت بتتكلم على الفرق الامريكي كمان بيجيبوا لعيبه كبيره ولعيبه لا دوري الامريكي دوري قوي جدا في اسامي بتروح يعني تطور جدا الفتره الاخيره في الحقيقه في اخر كام سنه يعني. اتفضل يا كابتن. فطبعا اكيد يعني مباراه هينتظرها كل عشاق النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وهيبقى فيها متابعه عالميه للمباراه دي. فانت عندك ما شاء الله تقدر تعمل تاريخ لنفسك. كابتن ابراهيم انت عارف دلوقتي ريال مدريد الحسابات الرسميه بتاعتهم على السوشيال ميديا هم منزلين خبر بعد فوز الاهلي على سياتل، خبر ان المباراه القادمه بالنسبه لنا في كاس العالم الانديه مع النادي الاهلي بطل انشيلوتي برضو نزل مش عارف من اللعيبه كانت تبقى في بين اللعيبه مش موجود فدي حد ذاتها حاجه كبيره. ما يعني دي خد بالك قيمه تسويقيه للنادي وقيمه تسويقيه حتى للعيبه اللي هتشارك في المباراه دي هتتكتب في التاريخ ان طبعا. يوم كذا 11 لعيب هيلعبوا. فبص انا واثق في لعيبه النادي الاهلي وواثق في النادي الاهلي جدا وخصوصا كمان بعد اداء المباراتين الاخرين فوز النهارده والفوز المباراه اللي فاتت اكيد الحاله المعنويه للعيبه بقت افضل. وانا بقول لك اهو والله هتبقى المباراه صعبه على ريال مدريد. طب هنا هسالك سؤال بقى مهم قبل ما نروح لحد. انا عارف الناس ممكن تقول لك انت هتلاعب ريال مدريد. انا هسالك بقى سؤال مهم، الاهلي يقدر يكسب؟ ليه لا؟ ليه بص لا؟ انا ما بقتنعش بالاسماء. ما يعني بتكلم بجد. خلي بالك ريال مدريد فيها فينيسيوس جونيور اللي هو يعني ما شاء الله نفاسه يعني. ارجع كده للتاريخ لما النادي الاهلي كسب ريال مدريد كان مين الاسماء اللي كانت موجوده؟ لا ده فيجو وزين الدين زيدان. بس المباراه وديه يعني بس والله خد بالك الناس دي ما عندهاش حاجه اسمها. لا اقول لك حاجه يا امير، السعوديه في كاس عالم والمغرب عملوا ايه؟ السعودية كسبت الارجنتين والمغرب حد كان يتخيل ان هي توصل اللي هي خدت البطولة. ايوه صح صح ماشي. المغرب يعني ده كسب كل الفرق الكبيرة والمغرب قدم كورة كسب اسبانيا وكسب البرتغال وعمل مباريات كبيرة جدا. بس هي كورة ما فيهاش كبيرة. بس يا كابتن مع احترامي خد بالك الاسماء بتاعت الاندية الكبيرة او اللعيبة اللي موجودة دي ما عندهمش حاجة اسمها مباراة ودية. ايوه دي حقيقة. عشان برضو الناس يعني كانت يتقال لك ده مباراة لا انا بس بقول لك المباراة اللي ممكن الناس تقول لك اصل ده كان ماتش ودي، لكن ده دلوقتي على الصعيد الرسمي يا كابتن ابراهيم الاهلي يقدر يكسب ولو يقدر يكسب المطلوب منه ايه؟ التركيز ونفس اللعب الجماعي والروح. النادي الاهلي لو امتلك الجزئيه دي في المباراه دي والله يقدر يكسب. ليه لا؟ هو بس يعني الشوط الاولاني زي ما هو بيوزع الحقيقه ال 90 دقيقه على مدار الشوطين اعتقد ان الشوط الاولاني هو هيلعب بنفس الاسلوب. ما انا هاجي لك بقى في طريقه اللعب دي يا كابتن رمضان. بس خلينا اسال احمد سعيد على امكانيه فوز الاهلي في مباراه ريال مدريد. هي طبعا فرص ريال مدريد اكبر عشان يبقى صراحه فرص ريال مدريد طبيعي اكبر، لكن في نفس الوقت الكره ما لهاش كبير. وبنستشهد دايما بمنتخبنا الوطني في 2009 مع الكابتن حسن شحاته كسبنا ايطاليا في كاس القارات، خسرنا من البرازيل بصعوبه 4-3. فالمطلوب من اللعيبه ايه؟ عشان بس يقدموا اداء جيد والفوز ده بقى بتاع التوفيق بتاع عند ربنا. خلينا نتفق ان الفرق الاوروبيه لو انت بتختار فرقه تلعبها هتختار ريال مدريد. ايوه صح. يعني لو انت بتختار دلوقتي يعني فرقه، يعني انت دلوقتي لو قاعد كده تقول نفسك مثلا انت بتشجع الاهلي فنفس الاهلي يقابل مين؟ هتقول اكيد ريال مدريد. صح يعني هتقول ريال مدريد. يعني هما كمان بيمروا بحاله يعني مش في التوب مش في التوب زي ليفربول كده عندهم مشاكل. ميليتاو مصاب اثنين من العناصر البارزه جدا. كريم بنزيما احسن لاعب في العالم، ميليتاو من اقوى المدافعين ومدافع منتخب البرازيل. طبعا اتفضل. فهم عندهم يعني مشاكل. يقدر النادي الاهلي اولا لازم يلعبوا جماعيه لان في بعض اللعيبه بتنزل المباريات اللي زي دي بيبقى عايز يسوق نفسه اكتر او باصص لنفسه اكتر، باصص لترقيصه لسحبه. لو هو ركز ان المباراه يستمتع بس في نفس الوقت يبقى حاطط في دماغه انه ممكن يكسب. تمام. يصدق انه ممكن يكسب. يصدق انه ممكن يكسب. مستر كولر كمان محتاج انه يطول نتيجه التعادل السلبي اكبر وقت يقدر يعمله. استراتيجيه يعني هو محتاج يطول وهو دلوقتي بيلعب بثلاثي في خط الوسط مع منعم ومتولي ومعلول وهاني اللي قايمين بدور كبير جدا. هخليك تكمل بس اقرا لك تصريحات مارسيل كولر عن مواجهه ريال مدريد. تصريحات خاصه لمارسيل كولر عن مواجهه ريال مدريد. قال لك شيء عظيم ان تواجه فريقا كبيرا مثل ريال مدريد في نصف النهائي. سنقوم بعمل تحضيرات نظريه وفنيه كثيره خلال الفتره المقبله استعدادا للمواجهه الكبرى. سنحرص على متابعه ثلاث مباريات لريال مدريد على الاقل من اجل وضع الخطه المناسبه لهذه المواجهه الكبرى. مش محتاج متابعه ريال مدريد. نظرا لذلك الوقت سيكون هناك العديد من المحاضرات النظريه مع الفريق مع بعض التدريبات الخفيفه. كهربا مر بالعديد من الاوقات الصعبه بعد مشاركته في التدريبات لفتره طويله دون لعب المباريات، ولكنه نجح بالاصرار والعزيمه في تجاوزها بعد عودته للمشاركه مجددا. تعليق
كلام جميل. هو حتى اللي هو مشاهد الثلاث مباريات هو مصدق انه ممكن يكسب. طبعا دي حاجه يعني من كلامه جداً. من كلامه يعني دي حاجه ايجابيه. ايوه طبعاً. لا انا بقول لك هو مصدق نفسه ان هو ممكن يكسب. حتى النهارده كان بيتكلم بيقول لك انا لعبت قبل كده مع قصاد ريال مدريد واتمنى الا احقق هذه النتيجه السلبيه اللي انا حققتها كلاعب قدام ريال مدريد. فالنادي الاهلي بهدوء وبتركيز وباصرار وبفرحه انا حاسس ان شاء الله باذن الله ان احنا هنقدم مباراه كبيره جدا إن شاء الله. ويهمنا جدا ان احنا نبان كويسين. يمكن حظنا العسر الماتش السنه اللي فاتت دخلنا في بايرن ميونخ اللي دخل في حيطه لان قوه ومش عارف ايه واخدينها جديه وصرامه دي مش موجوده عند لعيبه ريال مدريد شويه. فاللعيبه دي اللعيبه المصريه لما بتحط في الحته دي ممكن تخطفها منهم اكيد. طيب كابتن رمضان عشان يحقق الاهلي الفوز ولو فاز ده يبقى مفاجاه الاهلي ولا تبقى مفاجاه؟ انا في رايي ان المباراه 50-50 50-50 لان الدوافع اللي عند لعيبه النادي الاهلي ان انا بلعب ريال مدريد وان انا بلعب عشان اكسب. وهقول لك حاجه في عنصر انا في رايي من العناصر المهمه جدا في المباراه دي الكابتن محمود الخطيب بكل الخبرات اللي عنده بكل النجوميه اللي عنده لما بيقعد مع لعيبته بيقعد يتكلم معاهم في الحاجات النفسيه. يعني انتوا ما لا انتوا ما تقلوش عن لعيبه ريال مدريد، لا احنا ممكن نكسب، لا احنا الكلام ده كله في صالح طبعا اللعيبه. خلي بالك في عنصر مهم قوي احنا مش واخدين بالنا منه. الجمهور. ما طبعا انت عندك جمهور الاهلي والجمهور المغربي اللي اكيد هيساند الاهلي في المباراه. بالظبط بالظبط ده كمان هيبقى يعني ورقه قويه جدا بتاعك. جدا طبعا. يلعبوا ازاي النادي الاهلي؟ هيلعبوا هيقفل مساحات وهيلعب زون نص ملعب. أيوة. ومش هيديروا المساحات اللي يضربونا فيها او يخترقونا فيها. هنلعب 4-3-3 زي ما احنا شغالين. هنلعب محمد هاني ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول. الثلاثه اللي هم لو في حالتهم بتاعه مباراه الحقيقه اوكلاند انا في رايي ثلاثه ثلاثي خطير جدا دفاعيا وهجوميا. اليو ديانج وحمدي فتحي والسوليه الثلاثه جامدين جدا. يعني السوليه وحمدي فتحي بيعملوا مساندات هجوميه بشكل قوي جدا جدا وبيخشوا 18 كمان وبيسددوا الحقيقه. وفي نفس الوقت انت عندك كمان محمد شريف في المباراه اللي فاتت الحقيقه انا في رايي ان هو زي ما قلت لك مطلع سرعات يعني يمكن ما فيش حد في المباريات اللي انا شفتها كلها طلع السرعات اللي طلعها محمد شريف في مباراه اوكلاند. فنقدر وبعدين مش هنلعب بقى زون وخلاص لا ده احنا عندنا كمان في تميز ووضح بشكل كبير جدا اذا كان في مباراه اوكلاند او في مباراه سياتل النهارده ان احنا عندنا الحقيقه حته الاستحواذ على الشوط الثاني والسرعه الريتم بتاعنا بقى سريع جدا. يعني احنا في الشوطين رتمنا كان سريع يعني بدنيا جاهزين ونقدر نلعب بقى على السرعات اللي عندنا نقدر نلعب على حسين نقدر نلعب على محمد شريف نقدر نلعب على طارق محمد طاهر ممكن نشوف الاول نقدر لو انت لا. المدير الفني لا يبقى معانا ورقه محتاج حد يمرر الكوره صح وبتاع لا معانا ورقه قفشه ورقه قويه جدا وهينزل يقلب لك الملعب. لكن السرعات اللي موجوده فوق دي واحنا بعد ما بنستحوذ على الكوره الحقيقه وبعد ما بنستخلص الكوره لا قادرين ان احنا نخترق ريال مدريد. طيب كابتن ابراهيم عشان الاهلي يكسب ريال مدريد تمام لازم اللعيبه تصدق نفسها الاول صح طبعا. عشان تقدر تكسب لكن اكيد في متطلبات لو نازلين خايفين هيخسروا. ايوه ما انا جاي لك بقى في الحته دي في متطلبات اخرى لازم يكونوا عاملين حسابهم عليها. لو على اقل تقدير تعمل ماتش كبير قدام ريال مدريد برضه هتبقى حاجه مقبوله رغم النتيجه هي الطموح اكيد عند جمهور الاهلي. ايه المتطلبات الفنيه اللي مطلوبه من كولر عشان يقدم مباراه كبيره الاول بعد كده يفكر في الفوز؟ التامين الدفاعي بشكل كبير. تامين دفاعي يعني هتغير طريقه اللعب؟ انا بتوقع ان هو ممكن يلعب 4-3-2-1 4-3-2-1 عشان يقفل نص الملعب يبقى في عدد زياده في نص الملعب. عشان تقفل المساحات خصوصا كمان لعيبه ريال مدريد من اللعيبه من الهريه قوي يعني. بيلعبوا كوره لمسه واحده وبيتحركوا بسرعه ولو اديتهم مساحات لو اديتهم مساحات انت هتبقى الموضوع هيبقى صعب عليك طبعا. وحاله الشناوي كابتن ابراهيم هتبقى مهمه جدا طبعا هتفرق جداً. هتفرق بشكل كبير جدا مع اللعيبه ومع الخط الدفاع لما يكون حاله الحارس اعلى فنيا من كل حالاته. فهو طبعا لازم يقفل دفاعين يقفل نص الملعب والحاله اللعيبه الرباعي اللي ورا دول لازم يبقوا في الحاله يعني بص حالة التركيز وحالة التركيز الفنية. بشكل كبير جدا لانك انت ريال مدريد لو عنده مساحات في الملعب قدر يستحوذ على نص الملعب انت هتبقى الامور صعبه عليك. هو في حاجه كمان يا ابراهيم حاجه مهمه جدا وكانت واضحه في مباراه سموحه لما كان محمد هاني بيهاجم كان مستر كولر كان بيوقف علي معلول. أيوة. لان الطبيعي في كل مبارياتنا انت لما محمد هاني بيخترق
عشان يعمل الكروس، علي معلول بيروح استنى عشان الكرة لما تترد هو يعمل استمرارية للهجمة. لا، هو المباراة دي مش هيعمل كده. المباراة دي لو علي معلول هجم يبقى عمل الحتة الهجومية، يبقى محمد هاني مستني مع الاثنين اللي تحت مع اليو ديانج. يبقى انت عندك عدد اللي تقدر ان انت بتضيق بيه مساحات وفي نفس الوقت تعمل بيه رقابة، ما حدش يخترقك بسهولة. تمام، اتفضل يا كابتن ابراهيم. فانا بتوقع ان هو هيبقى يعني ممكن يستعين بفتحي في ينزل شويه مع المدافعين. حمدي فتحي يعني يبقى خمسه ورا؟ لا مش خمسه، يعني مش خمسه، يبقى ليبرو نص ملعب. ايوه ليبرو، يبقى يلعب الخط الدفاع قدامهم فتحي وقدامه السوليه وديانج. وخط الدفاع هو هو. وخط الدفاع هو هو. طب هرجع لك بقى في الخط الامامي او تقول لي اسماء. هو هيلعب اكيد بمحمد شريف. قول لي اسماء. طيب خلينا نستعرض الحسابات الرسميه لريال مدريد على السوشيال ميديا عشان نشوف التفاعل ونشوف كمان ايه قالوا ايه حسابات ريال مدريد. احنا يا جماعه كده مش شايفين، يا ريت تجيبوا لنا الشاشه اللي ورانا عشان ضيوفنا كمان يقروا معانا. خلاص انا شايف كده. تمام. قال لك ايه؟ سنواجه نادي الاهلي في نصف نهائي كاس العالم للانديه يوم 8 فبراير الساعة 9 بتوقيت او 8 بتوقيت اسبانيا والمغرب. ادي ده حساب ريال مدريد على تويتر، مظبوط؟ خش على بعده. حساب ريال مدريد باللغة الانجليزية برضو والاسبانية اكيد على تويتر. الناس كلها يعني اكيد بتتابع حسابات ريال مدريد، عليهم الملايين، عندهم الملايين زي حسابات النادي الاهلي بالمناسبه على السوشيال ميديا ما شاء الله. كم مليار بقى شاف حاجه جامده طبعا، قمه تسويقيه للنادي الاهلي واللعيبه. وخلي بالك كمان ده في الماتشين الفوز اللي انت عملتهم، انت في لوائح ماليه كمان. طبعا استفدت ماليا بشكل كبير جدا في الظروف الحاليه دي. حاجه مهمه جدا. بالدولار غلب السعوديه. متابعين النادي الاهلي اكيد بيزيدوا في العالم اكيد طبعا. يعني الموضوع يعني انا زي ما قلت لك هي مباراه عباره عن فرح كبير، نتمنى نظهر فيه قيمه وقامه النادي الاهلي. انا توقعاتي ان مستر كولر هيبدا زي ما بدا الماتش ده. الاهلي فوز النهارده ضمن 2 مليون دولار على الاهلي. طبعا احنا رايحين 4.5 ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فكده الاهلي ممكن يجيب مهاجم اللي انت عايزه من الحلقه اللي فاتت. او ندفع فلوس كهرباء. لا الاهلي مش هينفع يدفع فلوس كهرباء. ما احنا خدنا بقى يا جماعه عشان نكون بنتكلم بصراحه. الاهلي مش هينفع يدفع فلوس كهرباء لان في جهات رقابيه بتراقب على النادي. لا بس النادي الاهلي ينفع يعمل ايه؟ ايه يا كابتن؟ اقول لك يعمل ايه؟ اتفضل. ليه موسمين. حلو. ماشي؟ حلو. النادي الاهلي ممكن يجدد له ثلاث مواسم تاني. لا يا كابتن. ليه؟ لا دي حاجه بعمل امتداد للعقد. دي حاجه تتعلق بالرؤيه الفنيه بس مش مشروطه ان انا بجدد لك عشان تدفع فلوس. لا 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 الاهلي يا كابتن هيعمل ايه؟ هرجع لك في موضوع ريال مدريد لان ده امر مهم جدا. الاهلي هيعمل ايه؟ الاهلي هيدي لكهرباء المستحقات بتاعته. هو اولا عقد كهرباء مع النادي الاهلي 10 مليون جنيه في السنه. ناقص موسمين في عقد كهرباء. حته التجديد من عدمه دي رؤيه فنيه تتعلق بالجهاز الفني ومسؤولين عن الكره في النادي الاهلي. تمام؟ الكهرباء ليه عقد اعلانات تقريبا حاجه كده وصل لحوالي 7 مليون جنيه. كل الاهلي يقدر يعمله ان يديله 17 الاهلي يقدر يعمله ان يديله العقد بتاعه كامل الموسم ال 10 مليون جنيه. لا الموسم موسم ما هو هيقصر كده كده كهرباء. لكن الاهلي يطلع من خزينته يا كابتن ابراهيم فلوس لكهرباء ما ينفعش هيتحاسب على الفلوس دي لان الاهلي مش طرف في القضيه. دي جزئيه مهمه بس كده. احنا قلنا الاهلي مش طرف في القضيه بس انا بقول ايه؟ ان مش انت مش هتدي له فلوس وخلاص، لا انت هتدي له فلوس مقابل تمديد عقده. وبعدين كهرباء في خلال الاربع مباريات اللي فاتوا لا اثبت ان هو راجع فورم عاليه جدا جدا. وكهربا في الاربع مباريات غير ان كهربا ممكن ياخد قرض يعني من البنك بضمان عقده لو عقده كبير على الاربع سنين. لو الاهلي جدد له الخمس سنين دول يقدر. طيب يعني خلينا نقول ان هو طبعا كنت اتمنى ان يكون موجود معانا مهاجم قوي ولكن الحمد لله البطوله مشيت بالشكل الامثل للنادي الاهلي. زي ما بقول لك كولر هيبدا زي ما بدا. يعني انا توقعي هيبتدي زي ما بدا الماتش النهارده. هيعتمد على اللعيبه اللي قدام اللي تقدر تخلق السرعه وهيسيب اللعيبه اللي هو حاسس ان ممكن حد فيهم يجيب جون للشوط الثاني لعل وعسى يخطف جون. التغيير الوحيد اللي انا متوقعه قد يكون في دخول حسين الشحات لانه هيبقى مريح الماتش ده هيبقى جاهز اكتر. هل هو على حساب كهربا ويخلي بيرس تاو هو راس حربه؟ ده شيء متوقع جدا بنسبه 90% ان هو يحط كهربا على الدكه ويبدا ببيرس تاو كراس حربه ويودي حسين وطاهر لان هو هيبقى محتاج اللعيبه اللي بترجع وتقفل دفاعيا فمش هيبص قوي لعبد القادر وكهربا في الشوط الاول. يعني طاهر فرصه كبيره في المشاركه. طاهر وحسين. طاهر وحسين. طاهر عشان الواجب الدفاعي. القوة البدنية بتاعته ما شاء الله لا قوة الا بالله. الواجب الدفاعي. انا بتوقع طاهر وممكن بيرس تاو قدامهم شريف.
طاهر وتاو وشريف دول الثلاثة اللي قدام. اه ده اللي متوقع لان هو واخد بالك هي توقع ولا بتفضل كده؟ بفضل كده ليه بقى؟ لان انت عندك برضو شريف من اللعيبه المميز بيقدر يخترق اكيد، فتقدر تستغل الحته دي مع سرعات عبد القادر وبيرسي تاو، تقدر يعني تقدر تعمل يعني مباراه لازم كويس. يكون عندك استراتيجيه وكره معاك تطلع ازاي وتهاجم ازاي. الاهلي هيكسب بحاجتين، ايه بقى؟ عن طريق الاطراف والسرعه وعن طريق خطا دفاعي شويه. ده هي بس دي الحاجات اللي فانت هتحتاج طرفين سراع، مين السريع عندك والكويس؟ طاهر محمد طاهر. والناحيه الثانيه الوحيد اللي عنده الجرأه لو في حالته يقدر ينقلك الجزء الهجومي هو بيرستاو، ويقدر يخلص لك المباراه. عمل ماتش كبير النهارده. وديانج عنده خطوه زياده كده في الجري لو هو ركز في المباراه وعارف اهميتها يعني بالنسبه له. بنسبه 95% هو هيخلي نص الملعب ما حدش هيهاجم. خلي بالك انت لو دفعت كويس في المباراه دي ممكن يبقى عندك عندك فرص. خلي بالك الثلاثه اللي قدام جونيور يا كابتن، فينيسيوس جونيور ورودريجو واسينسيو في الغالب دول الثلاثه اللي هيلعبوا قدامك، لان بنزيما اتصاب المباراه الاخيره بتاعت فالنسيا ففي الغالب هيغيب عن المباراه دي. فانت لو ركزت قوي دفاعيا ممكن يبقى عندك فرص انك تحاول تخطف. ما تنساش عفاريت سيد عنده عفاريته. يعني سيد برضه عنده عفاريته، وانا سمعت ان هو كلم الراجل النهارده يعني، فان شاء الله ربنا. لا يعني الاهلي طبعا بيكسب بمجهوده وبيكسب بعرقه وبتعبه وبجماهيره اكيد وبالمنظومه كلها. ايه؟ وعفاريته. لا العفاريت دي اللي هي روح الفانيلا الحمراء. اتفضل يا كابتن ريان. بيقول ايه؟ فبقول لك بس يعني هو هيعتمد على الثلاثه دول قدام هو. اما التامين الدفاعي هيبقى لازم في الجزء الدفاعي لازم يبقوا واقفين كويس، خصوصا كمان انت لعيبه ريال مدريد لازم تتعمل عليهم بلوك كويس. بالظبط دي جزئيه، ما ينفعش تسيب لهم مساحات، سبت لهم مساحات هتبقى الامور صعبه عليك. مين ممكن يجيب لنا جون؟ مين ممكن يجيب لنا جون؟ مين ممكن يجيب جون؟ الوحيد اللي ممكن انا بتوقع يعني بيرسي تاو هو الوحيد اللي بيرسي ومحمد شريف. محمد شريف هم الاثنين الاقرب لل في الحته. مش امير توقعاته دايما؟ لا انا مش قادر اتوقع. ايه؟ قول لي. مش قادر اتوقع مين يجيب جون. لا من الاهلي مش قادر يعني أتوقع. مين عنده قدره ان هو يحجز هدف؟ عارف اللي عنده ثقه كبيره جدا في نفسه هو اللي يقدر يجيب. انا ممكن اتفق مع كابتن ابراهيم سعيد في بيرسي تاو. ليه؟ بيرسي تاو قدام الجون هادي. ففي الماتشات اللي زي دي واحد لعب في اوروبا، لعب في انجلترا وفي بلجيكا وبتاع، فاعتقد ممكن يكون عنده الشخصيه انه يقدر يجيب جون وثقه في نفسه انه يقدر. وحسين الشحات على فكره، وحسين الشحات اللي عنده ثقه في نفسها، هو واحد لعب قدام ريال مدريد ماتش رسمي مع العين وضيع جون. ايه كسر الدنيا، حط كوره. ممكن برضه. طيب خلينا نروح لملف اخر، وهو ملف بيشغل بال الجماهير المصريه وجماهير نادي الزمالك بالتحديد، وازمه القيد يا كابتن رمضان. لان ازمه القيد بصراحه بتاعت الثلاثي الجديد لنادي الزمالك اللي هم احمد بالحاج وناصر منسي وعوده كمان محمود اسمه شبانه، محمود شبانه طبعا لا مدافع مميز جدا. طبعا مدافع مميز جدا. فالقصه كلها من خلال ايه؟ تصريحات من مسؤولي نادي الزمالك دلوقتي ان لا في حل واحنا بنحاول. الموضوع كله ان في ضغوط كبيره جدا بتمارس على الاتحاد المصري لكره القدم لقيد هؤلاء اللاعبين. كيف ترى هذه الازمه؟ وهل اتحاد الكوره يقدر يأيد اللعيبه دي بعد ما السيستم قفل وبعد ما كل حاجه خلصت ولا لا؟ طيب انا هقول لك حاجه. اتفضل. احنا لو اللعيبه دي تأيدت طبعا انا اتمنى ان مفيش لعيب يقعد اكيد طبعا كلنا نتمنى طبعا. لكن لو اللعيبه دي تأيدت هيتصدر للكره المصريه واتحاد الكوره مشكله كبيره جدا جدا. اللي هي هقول لك حاجه. ده انت كده ممكن تخش في ان انت تقيدهم تزوير انك انت كنت خلاص. يعني اتحاد الكوره اعلن ان اللعيبه دي مش هتقيد. مش اعلن ولا ما اعلنش؟ اعلن ان اللعيبه دي ده ايه ده من المدير التنفيذي حازم امام جمال علام بيان كل بيان نزل بيان نزل. وبيان كمان. البيان ده بيشمل بقى في لحظتها على كل مجلس الاداره. كل مجلس الاداره. يبقى خلاص موافقين على كده. ففي مشكله كبيره جدا. هل هم هيقدروا يتخطوا المشكله اللي ممكن تقابل اتحاد الكوره ان اللعيبه دي طالما السيستم قفل هيبقى يخشوا بقى في تزوير؟ دي تأيده ازاي؟ يعني هتأيده ازاي؟ ما لهاش حل. خلاف الهجوم اللي هيحصل على اتحاد الكوره كابتن، يعني فين المصداقيه؟ فين احترام الانديه برضه لاتحاد الكوره؟ لا في حاجه مجننه يا كابتن ابراهيم. هو النهارده انت معلش يعني انت النهارده اتفاجئت من يوم واحد ليوم 31 في الشهر ان انت عليك 70 مليون جنيه. ما هو في حاجات يا جماعه يعني برضه مش كل مره هتمر الصوره بالشكل اللي انت عاوزه. زائد كمان انك انت يعني مش سايب حد في حاله، يعني انت كمان يعني مش بس مش ساكت، لا ده انت كمان عامل مشاكل. وفي نفس التوقيت ان نادي الزمالك
كان من المفترض يدفع المبلغ ده قبل ما اتحاد الكوره يقول اوكي للاتحاد الافريقي ان ما فيش انديه عليها اي مبالغ ماليه. فالنهارده انت عليك 70 مليون جنيه والخطوه كانت تتحل ب 10 مليون جنيه. وبعدين خلينا نتفق ان الزمالك بقاله فتره عنده مشكله ان ما حدش بيرضى ياخد منه شيكات، وده لان ما حدش بيثق في هذه الشيكات، حتى اللعيبه اللي اشتراها كله كان متفق انه كاش. يا احمد ان اساسا البنوك في مشاكل؟ لا ما فيش مشاكل، هو حساب واحد وده بيتم ترويجه. في حسابين يا كابتن، هقول لك انا بس هقول لك حاجه ورد عليا. انت دلوقتي لما في حساب محجوز عليه تمام، محجوز على ارصده مثلا نادي الزمالك في حساب بنك مصر مثلا، هو ده المتعارف عليه. فالبنك المركزي بيعمل بلوك على اي حساب بيحمل اسم نادي الزمالك او نادي كذا او فلان او علان او بتاع او امير او في الاي سكور والكلام من ده، فاهم؟ فانت اي اسم اي حساب باسم نادي الزمالك هو معمول له بلوك، معمول له بلوك. اللي معمول لك انا بقول لك المعلومه اللي عندي ان ايوه هو ده الصح. بس هو المعلومه اللي عندي ان لما راح صيغه تنفيذيه لممدوح عباس اللي هو على رقم حساب، يعني الصيغه التنفيذيه راحت على رقم حساب، ان رئيس بنك مصر تدخل ساعتها وقاموا بنقل الاموال ديت من لحساب تاني، والحساب التاني اللي كان متجمد تم دفعه لهيئه الضرائب المصريه. خلي بالك ممكن يكون الحساب التاني مش حساب نادي الزمالك. ايوه عادي جدا. بس هو احنا كده وصلنا لنقطه اتفاق. أيوه. ممكن تكون حساب شخص. ممكن الزمالك دفع منين؟ احنا بنقول بس الزمالك دفع فلوس اللعيبه الثلاثه منين؟ ما هو احنا ده اللي احنا بنتكلم فيه. طيب ما انا بقول لك لا الفلوس موجوده. موجوده انا ما بقولش ان هي موجوده الفلوس، بس الحسابات يعني مثلا فلوس امام عاشور هتدخل نادي الزمالك ازاي؟ ما هو هينفع تدخل على اي حساب لنادي الزمالك؟ مش هينفع. هتدخل على حساب مين؟ مش الله اعلم. بس مش حساب حسابات نادي الزمالك. انا بس لازم نوضح حاجه يا امير. تمام مش عايز اروح للكابتن. انا بس حاجه مهمه جدا. اتفضل. الثلاث لعيبه دولت لو لعيبه النادي الاهلي ونفس الموقف هنقول نفس الكلام. طبعا يا جماعه الموضوع مش اهلي وزمالك والله. ملهاش علاقه بالاهلي يعني. انا اقسم بالله انا بالنسبه لي انا متعاطف جدا مع الثلاث لعيبه جدا. انا مالناش مصلحه بالظبط. مالناش مصلحه في حاجه. خد بالك برضه لان احنا في يوم من الايام لعبنا كوره بالظبط. فبرضه بنقدر في يوم من الايام لعبنا كوره في يوم من الايام توقفنا عايزين انا عايش الاجواء دي. بس يقدر يقول للزمالك سيب فلوس كهرباء عشان حرام خليه يلعب؟ لا لا صح دي حقيقه. ما لو مش بقى حرام والحته دي فعلا نقول بقى كهرباء. طب حرام برضه كهرباء يقعد. فمش عايزين نخش في الحته دي. هو النقطه ان انت عارف فعلا ان انت رمضان بيقول يعني ان لو موضوع في النادي الاهلي اكيد هنتكلم طبعا. اي حاجه سلبيه هنا او هنا هنقف عندها. احنا نفسنا الكره المصريه ترجع تاني بشكل يليق بالكره المصريه. تمام. بقيمه مصر. خلينا نتكلم ان النادي الاهلي ونادي الزمالك هم عنصرين مهمين جدا في مصر على فكره. طبعا ما نقدرش نستغنى عن حد فيهم لان هي المتعه. أكيد. بس احنا بنتكلم دلوقتي ان انت جاي في وقت قبل يعني فتره كده هتقف وراح تعمل مشكله مع اتحاد الكوره وانت عليك مديونيه. طب ما انت ممكن كنت تحلها ولا كنت تحلها قبليها، ولا دخلت المشكله مع اتحاد الكوره، ولا دخلت حتى اللعيبه اللي هم اللي كل واحد بيتمنى مقدر الحته دي ان هو كان بيتمنى ان يلعب طبعًا في الاهلي طبعًا والزمالك. صح. فبيلعب في الزمالك. صح. فدي ابتعد اولا الضرر على نادي الزمالك. اديك مش هتقدر تستفاد تلعب بيهم تلعبهم سواء في الدوري او في بطوله افريقيا رغم ان انت عندك منافسه برضه بتمنى التوفيق. ما هو ضرر مادي. انت دفعت فلوس للانديه، فلوس انت دفعتها وما استفدتش باللعيب. فانت ما ينفعش ان انت تيجي قبل موقف عايز تعمل موقف مشكله مع اتحاد الكوره برضه وتحرجه. خلينا نتكلم ان القرار اللي طلع من اتحاد الكوره ده قرار برضه يحترم، وده اللي احنا محتاجينه بالظبط. ان يبقى فيه احترام للقوانين، احترام يبقى فيه شخصيه لاتحاد الكوره. ده اللي بنتكلم فيه. ما يبقاش فيه خوف من الاهلي والزمالك ويطبق على الكل. اعتقد النادي الاهلي برضه كان عليه مديونيه، كان عليه 8 مليون مديونيه، راح دفع جزء واسمها ايه جدول الباقي ورفضوا. طيب يعني النادي الاهلي كان عليه رفضوا الجنايني، رفض لقيد كهرباء الا لما يتم دفع. يعني اتطبقت على النادي الاهلي. اخيرا تتوقع ان القصه دي تتحل؟ القصة تتحل. وزير الرياضة مش هيسيبها يحلها. تمام. بشكرك يا كابتن رمضان. شكرا جزيلا. الف مليون مبروك مرة تانية. بشكرك. شكرا جزيلا. مبروك يا كابتن منى. مبروك فيك ومبروك لجمهور النادي الاهلي ومبروك لمصر كلها. الحمد لله. مبروك لكل المصريين. بشكرك يا استاذ احمد، نورتنا وشرفتنا. نحتفل الاربع بقى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. لنا فقرة فنية كده. ان شاء الله باذن الله. دي طبعا كانت حلقتنا النهارده في بداية الاسبوع من بلاس 90 على شاشة قناة النهار. استنونا في حلقات اخرى جديدة من نفس البرنامج.